اسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام واجمل تحيه نهديها لكم اعزائي المشاهدين في كل مكان ويسعدنا ان نلتقي معاكم في الاستديو المصاحب لدوره الالعاب الرياضيه الخليجيه الثالثه اللي تستضيفها دوله الكويت من خلال هذه الفتره من الثالث عشر ولقايه الواحد وثلاثين من الشهر الجاري. فاهلا ومرحبا فيكم وان شاء الله راح نستهل في بدايه هذا الاستديو في فقره الصحافه المحليه ونرجع نستقبل ضيفنا ونسولف معه ان شاء الله عن هذه البطوله وهذه الدوره الجميله الرياضيه اللي تشمل وتجمع ما شاء الله ألف 1700 لاعب ولاعبة أيضا يعني على ما شاء الله على مستوى 15 لعبة يعني رياضية جميلة تحتفل فيها دولة الكويت بنروح وياكم حق الصحافة المحلية ونرجع نسولف ويا ضيفنا العزيز اللي راح ينورنا ويشرفنا إن شاء الله نستهل جولتنا الصحفيه اليوم مع صحيفه الراي حقق كاب مكه سمو الامير بعد فوزه في المباراه النهائيه على السالميه 2-1 والتي اقيمت الثلاثاء على استاد جابر الدولي تحت رعايه سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وبحضور سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وفي انتهى الشوط الأول بتقدم السالمية بهدف وحيد للبرازيلي تيما في الدقيقة الخامسة والعشرين، أدرك كابما التعادل في الشوط الثاني من ركلة جزاء عبر ناصر فرج في الدقيقة الرابعة والخمسين، وعاد كابما ليسجل الهدف الثاني عبر السويدي ميشال ميلاد في الدقيقة الحادية والسبعين. ونبقى مع صحيفة الرأي. حصد اللاعب مشعل عبد الله العلي الميدالية الذهبية للعبة الجودو في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، وتمكن العلي من التفوق على خصمه الإماراتي أحمد جاسم، وحافظت الكويت حتى الآن على صدارتها في جدول ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة. وإلى صحيفة الأنباء تتوجه الانظار اليوم الى انطلاق منافسات اقوى الالعاب وهي كره اليد، حيث تنتظر منتخب الكويت مهمه صعبه عندما يواجه نظيره البحريني، حيث تضم المنافسات ايضا كل من السعوديه وقطر والامارات. وتقام المباراه في الساعه السابعه مساء في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقه، ويسبقها لقاء السعوديه وقطر في الخامسه مساء. وتستمر منافسات اللعبة حتى ختام الدورة يوم الحادي والثلاثين الجاري وكان أزرق اليد قد استعد للمنافسات من خلال إعداد محلي أعقبه خوض معسكر خارجي في قطر لعب خلاله مبارتين مع العنابي ولازلنا مع صحيفة الأنباء شهدت منافسات لعبة التنس تألقا كويتيا في دورة الألعاب الخليجية الثالثة حيث أسفرت مباراة دور 16 عن فوز عيسى قبازرد على القطري موسى شنان وتغلب عبد الحميد مبارك على القطري مبارك شنان وتخطي بدر عنتر عقبة البحريني حسن عبد الرضا في المقابل خسر علي الشطي أمام القطري راشد نواف وحسين الشطي أمام السعودي عبد الله الفرج وإلى صحيفة السياسة تستكمل اليوم منافسات البادل في يومها الثاني على ملاعب بادل ان في نادي اليرموك ضمن دورة الالعاب الخليجية، فيلتقي منتخب الكويت للرجال مع نظيره البحريني في الساعة الخامسة مساء ضمن الجولة الثانية، والتي تشهد مواجهة السعودية مع الامارات في التوقيت ذاته. ولدى السيدات يلعب منتخب الكويت مع البحرين في الساعة الرابعة عصرا ضمن المجموعة الأولى، فيما يلتقي المنتخب السعودي مع ناظره الاماراتي في التوقيت ذاته ضمن المجموعه الثانيه رجعنا معكم اعزائي المشاهدين في هذه الاجواء الرياضيه الجميله باسم اسمكم مرحب بضيفنا العزيز الصحفي المتميز عبد العزيز جاسم صحفي في جريده الانباء حيا الله من يان ونور مكاننا الله يحييك وانا اتشرف فيك والتواجد معك يمكن هذه اول مره اكون نعم. معك واتشرف بالتواجد معك في اول مره ويسعدنا اخوي عبد الله يعني نكون اكون معاك احد يعني صراحه المذيعين المتالقين في الفتره الاخيره والواحد يستانس ويفرح انه يكون متواجد معاهم يطول في امرك هذه الساعة المباركه يا اخوي واحنا نتشرف في وجودك دائما نتشرف الصحفيين المتميزين اللي يقدمون للصحافه الكويتيه المحليه والخليجيه والعربيه الله يعطيك الصحه والعافيه بالبدايه بروح وياك حق جدول ترتيب الميداليات عبد العزيز يمكن يعني ما شاء الله اليوم العاشر 25 ذهبية للكويت بالإضافة إلى 19 للبحرين قطر 12 الإمارات 12 عمان 11 والسعودية 9 مداريات شون شايف هذا الموضوع وهذا الترتيب أشوف في البداية التنافس من بداية البطولة إلى الآن بين الكويت والبحرين جميل ويمكن الناس تستغرب بين الكويت والبحرين يعني وين مثلاً السعودية وين قطر وين الإمارات صحيح بالتنافس هذا لكن واضح أن الاستعداد واضح يعني البطولة استعداد كان الكويت والبحرين أجهز لاعبينهم أجهز ممكن في بعض المنتخبات أو الفرق لاعبينهم اعتذروا واللاعبين المميزين عندهم عندهم بطولات يعني أخرى عالمية وأخرى آسيوية لكن أنا أشوف أن البطولة الخليجية هي تمهيد تمهيد مميز جدا اصلا طبط. لأنك كنت تشارك في هذه البطوله ومن ثم تتجه الى البطوله الاسيويه او البطوله العالميه وتعرف مستواك وقدرتك صحيح. ليش تعرف مستواك وقدرتك بش. لان حاليا اللاعبين الخليجيين يعتبرون من ابطال حتى في الاولمبياد في الفتره الاخيره تلاقي في سباقات معينه ابطال في العاب معينه ابطال في السباحه ايضا قاعد ينافسون في القاره الاسيويه فاعتقد ان اكثر من لعبه مميزه اللي ابغى أوصله الحين حاليا منتخب الكويت هو كمستضيف عاده يعني يشارك في عدد كبير من اللاعبين والفرصه اكثر له في تحقيق الميداليات وهذا ما ما يقلل من الانجاز الحال, الحال الواصلين له 25 ميداليه ذهبيه ومتفوقين على عدد من الدول الخليجيه اللي لها باع ايضا في بعض الالعاب صح في شغله ممكن يعني تكون ميزه عند بعض الدول المستضيفه ان انت في بعض الالعاب انت تختارها يعني مثل رياضه البادل ايوه انت اضفتها على البطوله الخليجيه صحيح. وبالتالي انت رياضه البادل تعتبر يعني من الرواد فيها مع دوله قطر الفتره الاخيره ما. ففي بعض الالعاب تكون لك فيها ميزه انك انت تتالق وتبرز هذا اللعب وهذا شيء زين الحمد لله لان ليش اخوي ابو احمد لما انت تلعب في بعض عيال البادل تسمع لا. بالبادل بالفتره الاخيره بالكويت الكل يسمع في البادل صحيح ما في احد ما سمع فيها لكن ما يعرفون شنو هي اي أيوة. <applause> والله وايد ما يعرفون شو القوانين شنو الطريقات لكن انت الحين امام مثال حي راح يكون فيها البطوله فاعتقد ان جدول الترتيب اللي عليه علامه استفهام صراحه السعوديه يعني السعوديه انا كنت متوقع كوفد مشارك يعني وفد كبير سعودي مشارك في البطوله كنت اتوقع اكثر لكن باقي الان تقريبا ما يقارب اسبوع على الدوره فاعتقد انه ممكن يعني ترى لا لا تغشك الارقام في البدايه، ممكن انت تشوف في البدايه ناس متصدره وتراجع الاخير، حاله حال الاولمبياد العالميه تلاقي اول شيء مثلا بريطانيا ولا غيرها مصدرة تلاقي فجاه امريكا والصين هم اللي يتنافسون باخر الدوره صحيح احنا نتمنى الكويت يبقى في المنافسه وانا اتوقع انه يبقى في المنافسه ليش أتوقع يبقى في المنافسه لان الالعاب المتبقيه احنا متميزين فيها يعني مثل البادل احنا متميزين فيها مثل التنس الارضي احنا متميزين فيه مثل تنس الطاوله في بعض اللاعبين عندنا متميزين الكاراتيه واللي هو راح يبدا في اخر شيء، المبارزه احنا نعرف عندنا نجوم وابطال مشهورين، فالالعاب المتبقيه لنا ميزه فيها نشوف اشوف، يعني عندنا ابطال كثر صح, صحيح صح العاب القوه حققنا لكن العاب القوه مو الميزه الاكبر لنا، عندنا ابطال حققوا ميداليات ذهبيه لكن كانت السباحه هي النقطه الابرز واحمد في صحيح. في انطلاقتنا ووصولنا الى الصداره ولا كسروا في باقي الالعاب لكن ما في شك كل ما تقول السباحه هي كانت بدايه الانطلاقه الحقيقيه لان مع العاب القوى يبقى الترتيب هذا يعني الجمهور اي مشاهد او متابع دائما نفس ما تحب في كره القدم ركلات الجزاء او ركلات الترجيح نعم. تحب الميداليات والترتيب كل يوم تشيك عليه وتطلع عليه أكيد. هو حلاوه اي بطوله صحيح. في اي بطوله طالع من من صار الاول من الثاني كم يابو ميداليه ذهبيه فهذا هذه ميزه الدورات المجمعه والالعاب الخليجيه والحلو بسعود يعني في هذه البطوله وهذه الدوره ان روحنا ذهبيه طبعا يعني نشكر الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد على هذه الكلمه الجميله اللي اليوم صارت مانشيت الكويت كلها يعني صراحة مو بس الصحف يعني يعني الايقونه هذه او الكلمه اللي غيرت انا اتوقع انها المفروض تكون يعني شغله عالميه ايوه في اي تنافس إيه لانه صراحه يعني انت مهما سويت الروح اهم من المنافسه داخل الملعب روحك الرياضيه وانك انت تتقبل الشيء بطريقه طبعا على ليش انه الذهب هو اغلى ما تحقق في البطوله صحيح فسمي روحنا ذهبي ما قال روحنا فضيه ولا بروزية لا. الذهب هو اغلى شيء فالروح لما تكون رياضيه بالنسبه للشخص اهم من ان تخسر اللقب وهذه انا اشوف ان التنافس الشريف والرياضي اهم لا. من كل شيء التجمع هذا انا بس لك ابو احمد يمكن بطلع شوي عن هذا الموضوع تفضل انت لما تروح الفنادق نعم اللي فيها الوفود الخليجيه بحكم انا موجود في الدوره ك يعني موجود كمقرر الاعلاميه ايضا في الدوره نعم فموجود في الفنادق موجود في المراكز الاعلاميه بجميع انواعها نعم الـ في سواء كان في صاله سعد العبدالله في صباح السالم نعم او سواء كان في فندق هيلتون في الأفنيوز نعم ايضا في اربع مراكز متنقله يعني كلجان اعلاميه وراح ونشوف فيها اخواننا الخليجيين شلون اربع مراكز متنقله اليوم خلصت بطوله السباحه نشيل المركز الاعلامي هذا نوديه للتنس اللي تبدا جميل. نشيل ففي بعض البطولات اربعه تزامن مع بعض موجود مراكز اعلام فهذه شغله ايضا مميزه من الدوره قدمتها خدمة وشغله جديده انك انت تتنقل في مراكز اعلاميه حسب اللعبه صحيح. عندنا اثنين ثابتين نعم. واربع مراكز كانوا متنقلين وبقوا حاليا اثنين قاعد يعني في التنس الارضي موجودين وفي اللجنه الاولمبيه الكويتي فاعتقد انه لما تشوف الناس في البطوله تشوف الاداريين الفرق اللاعبين الخليجيين صدقني يا احمد انا اجواء يعني شيء يعني ذكرني بطولة الخليج كرة القدم صحيح اللي يعني يروح بطولة الخليج كرة القدم يشوف الاجواء نفسها وبعد ممكن افضل ليش؟ لانك تعرف على نوعية لاعبين صحيح مغايرين ومختلفين فصراحة البطولة بالنسبة للي عايشها ومتواجد فيها راح يستمتع بصورة كبيرة جدا بالضبط وسعود والله يعني احنا حتى في هذا الاستديو المصاحب لهذه الدوره البطولة لا اه للامانه تعرفنا على اخواننا الاعلاميين الاماراتيين والسعوديين والقطريين والبحرينيين يعني اه شيء جميل ان اليوم الرياضه قاعد تستفيد واللاعبين استفادوا واكيد استفاده اكبر واحنا يعني كجهه اعلاميه نحب ان نلتقي في اخواننا الصحفيين مثل حضرتك والصحفيين اللي شرفونا في في هذا الاستديو والاعلاميين اللي من دول الخليج. بوديك حق البطل الكويتي مشعل العلي يعني ما شاء الله يحصد ذهبيه في الجودة والوزن تحت 60 كيلو. شلون شايف هذه المواجهه ما بينه وبين الاماراتي احمد جاسم؟ كغراء من البدايه اول يوم وثاني نعم. واضح ان السيطره اماراتيه على البطوله لعبه الجودو جود لما لما تاخذ البطوله من امام شوف عشان ابو احمد تعرف في الالعاب الفرديه نعم. هو نفس ما تقول توارث حلو او توارد او مثل ما نقول يعني اللي قبل كبطال انت تكون تحت بطل حلو. في المراحل السنيه او في الوزن صحيح تقريبا بنسبه 90% نعم. نفس ما اقول يحصل عندنا في لعبه الكاراتيه او الالعاب الثانيه في الجودو نفس الشيء الامارات ابطال نعم سواء في وزن 73 او 60 او 77 او غيره من الاوزان نعم. فلما انت تي وتحقق البطوله على لاعب مرشح انه يحصد البطوله وبطل ترى النتائج ترى قليله واحد صفر سكور او بعض المرات تنحسم في الانذارات صحيح فهذه في الجودو في بعض الاشياء صعبه جدا يعني اللي يعرف قوانينها ومتابع اللعبه ممكن يعرف في الجودو اكثر وحتى افقه من عندنا احنا بعد يعني لكن اتكلم بشكل عام انا اقول ان انك تاخذ الميداليه الذهبيه امام بطل اماراتي وبطل الامارات معول أن ياخذ البطوله الميداليه الذهبيه هذا بحد ذاته انجاز وان شاء الله هذا اللقب يوصلك للاسيويه ويوصلك الى العالميه فانا اشوف انه بدايه موفقه وان شاء الله نكمل حصد الميداليات في الجودو يعني ان شاء الله الجودو ايضا معولين عليه حتى حسب تصريح مسؤولينهم اكثر مسؤول ان الجودو راح يحقق عدد من الميداليات واحنا نتمنى لان هذه الالعاب فيها اوزان كثيره فاتوقع ان يعني ان شاء الله يعني لنا اكثر من ميداليه ذهبيه باذن الله ان شاء الله بروح كره اليد وهذه الكره الجميله رياضة الجميله اللي فيها قوه وفيها شجاعه شوي وفيها التحام الامانه ولكن ستيل هي تتم يمكن اللعبه الثانيه بعد كره القدم ولو ان و... الناس قالوا شوي الصالات سحبت الاضواء بس مت... خلينا <تصحيح> <تصحيح> والله صحيح كره الصالات الامانه انا بحية الجماهير اللي قاعد تحضر والله انا موجود هناك ما شاء الله صفه تقريبا يوميه ما شاء الله ما شاء الله الجمهور النساء ما يغل عن الرجال لا اله الا الله في البطوله يعني, يعني اجواء خياليه وكذا مره من خلال حتى كويت سبورت نعم دعيت الجمهور انه يحضر صراحه ويشوف ويستمتع اللي موجود ولو انه في بعض الاحيان ما يكون في اماكن لكن هذه حلاوه اللي يحب الرياضه انه صحيح يحاول ويسعى حتى لو كان جمهور مو بس لاعب صحيح فانا بتكلم عن اليد اليد بالنسبه لنا احنا في الفتره الاخيره نعم يعني تعتبر اللعبه احنا بالنسبه لنا هي اللعبه الثانيه بعد كره القدم واحنا شفنا الصالات سواء كان تنافسون فرق او نعم. منتخبات الجمهور حاضر جمهور صحيح. اليد موجود ومتواجد وبكثره صحيح لكن تراجع النتائج بالفتره الاخيره نوعا ما يعني الجمهور يزعل وياخذ بخاطره وهذا حقه طبعا واحنا نتمنى انه يكون عوده كره اليد الكويتيه مره ثانيه من الانطلاقه او من البطوله الخليجيه نفسها يعني. لان احنا تعودنا احنا ابطال اسيا اي والله قبل تستغرب ان الكويت مثلا ما تاهل كاس العالم صحيح او تستغرب ان الكويت ما اخذ بطوله اسيا لان احنا كنا المقارعين الاساسي للمارد الكوري الجنوبي نعم كنا واقفين له هو مره واحنا احنا احنا نطلع من بطوله هو يطلع فبالفتره الاخيره احنا ابتعدنا صراحه واحد يقول حقيقه سؤال له الأسف لا, لا ومع الاسف اي طبعا لكن يعني في تراجع ترى يا جماعه احنا ما نبي نرجع للسيناريو القديم لكن لا. في اسباب ما نبي نذكرها الحين نعيد احنا في بطوله خليجيه لا. لكن تراجع واضح شنو اسبابه ان شاء الله اتمنى يقعد. ان الان يتم تطويرها انا قاعد اشوف لا. منافسات الدوري بدات تتطور الحمد لله وفيها روح تنافسيه كبيره يعني الكويت 7/6 ما خسر خسر سنة فيعني في لما يصير في فرق متقاربه المستوى اعتقد راح ينعكس على المنتخب بالضبط اليوم مواجهه الكويت والبحرين في كره اليد شلون شايف المواجهه وشنو توقعاتك؟ اشوف احنا يعني البحرين وقطر نعم عشان نعم يعني يكونوا خالصين هذيلا يعتبرون هم الان الاقوى في اسيا يد في كره اليد نعم دائما يعني هم الاقوى في اسيا وحتى النهائي الاخير بينهم نعم هم اللي الان استلموا زمام كره اليد الاسيويه منتخبين جدا اقوياء يعتبرون من افضل المنتخبات مو بس على اسيا حتى يعني مقارعين يعني لما يلعبون مع منتخب عالم يلعبون يعني من الصعب انك تفوز عليهم نعم فاذا كانت المشاركه للمنتخب البحريني باللاعبين الاساسيين اعتقد ان مواجهتنا راح تكون صعبه جدا اما اذا كانت في لاعبينهم البدلاء او اللاعبين يعني اللي يبون يبرزونهم ممكن تكون المباراه متكافئه ليش متكافئه لان احنا ايضا واضح ان في اتحاد كره اليد انه يبي يطلع جيل جديد من اللاعبين يتخلى عن عدد من اللاعبين الخبره وهذا حقهم لانه خلاص يعني يبي يبي يسوي شيء فاعتقد ان كعلى الورق ان المنتخب البحريني في الفتره الاخيره هو الافضل والمتسيد لكن هذه كره اليد ما تدري ممكن المنتخب هذه تكون بدايه انطلاقته صحيح واحنا نتمنى تكون بدايه انطلاقه وعوده الكره اليد الكويتيه مره ثانيه رب. للمنصات التتويج يا رب ايضا السعوديه وقطر أيضا منافسة شوي قطر هو كعبة يعني يعتبر أعلى من المنتخب السعودي لكن نفس ما ذكرت لك نفس النقطة نفس هذه المنتخبات أكثر في بعضها ما أعلنت مشاركة لاعبينها الأساسيين قطر يعتبر من المنتخبات العالمية بالفترة الأخيرة منتخب يعني يعتبر أو السعودية أيضا متطور نعم وكان يعني في الفترة الأخيرة يعني من الصعب إنك تفوز عليه نعم لكن يبقى نفس ما نذكر إحنا يعني مثلاً في واضح إن في فروقات إذا كان في منتخب أساسي نعم لكن واضح إن بعض المنتخبات بتشارك بعض اللاعبين وتجربهم هني ممكن تختلف النتائج أنا أتمنى أن يعطون فرصة أيضاً لللاعبين الجدد سواء كان منتخب الكويت أو البحرين أو السعودية لكن تبقى نعم كرة اليد ممتعة 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 واللي يحضر بالصالة ترى يا جماعة غير شاشات التلفزيون، الصالة فرق جدا بالاجواء تشوف طريقة التكتيك اللعب، فأتمنى التواجد الحضور الجماهيري مثل أنا واثق بالجمهور مثل ما دعمنا الطائرة والسلة والصالات السيدات أو الرجال أنا متأكد مليون بالمية أن اليد راح يحظى أيضا بحضور جماهير كبير. بإذن الله إن شاء الله. بنروح ياكم اعزائي المشاهدين حق هذا الفاصل ونرجع نستكمل مع ضيفنا العزيز عبد العزيز جاسم الصحفي في جريده الانباء. منتخب الكويت لكرة اليد منتخب قوي نتمنى تقديم بطولة ناجحة مع أشقائنا الخليجيين <applause> نرحب بإخواننا الخليجيين في بلدهم الثاني وأتمنى تقديم مستوى يليق برياضة خليجية زلنا معكم مع اعزائي المشاهدين في هذه الاجواء الرياضيه في دوره الالعاب الخليجيه الرياضيه الثالثه ومن هذا الاستديو اللي اليوم يشرفنا وينورنا الكابتن المتميز انا ما ادري اسمي لاعب ولا صحفي ولا كابتن ما شاء الله عسى الله يحفظك يا ابو سعود الله يحفظك أه بوديك حق الانتصارات الكويتيه ما شاء الله في التنس يعني فوز الغبازارد ويا عبد الحميد مبارك وبدر عنتر يعني ما شاء الله بدور يعني 16 نفس ما ذكرنا قبل شوي ان احنا نعول على التنس الارضي عندنا ابطال كثر في التنس الارضي وحتى احنا يعني حاليا يعني نعتبر من اكثر الدول المهتمه في هذه الرياضه والدليل الصرح اللي موجود عندنا يعني يعتبر من ابرز الملاعب العالميه يعني او الملاعب حتى في غارة اسيا كلنا نعرفه يعني موجود ويعتبر و... من ابرز المجمعات الرياضيه في التنس وملاعب مغطاه وملاعب مفتوحه وحتى مفتوحة في يعني الغبار اللي صار في قبل يومين ثلاثه مه. قدروا يلعبون ثمان مباريات داخل ملاعب مغطاه وهذا امر يعتبر جميل جدا في ظل الظروف اللي عندنا المناخيه احنا نتكلم يعني انت مثلا تقول الكويت ما يقدر تستضيف بالصيف ليش ما يقدر تستضيف بالصيف الجو حار لا انا عندي ملاعب مغطاه جميل وهذا شيء مميز جداً، أكيد مباراة نهائية أو مباراة قبل النهاية تلعب واحدة بالليل وخلاص يعني بعد الساعة التاسعة عشرة الجو يكون عادي طبيعي بالوقت هذا، صحيح فاعتقد هذه ميزة عندنا أما اللاعبين الموجودين إحنا عندنا ما شاء الله لاعبين مميزين. ومعول انهم يحققون ميداليات سواء ذهبيه او فضيه او برونزيه لكن يعني ما راح اتوقع ان لاعبينا يطلعون اقل من الدور السمي فاينل راح يكونوا متوجين نصف النهائي فواضح ان التنس يعني في الفتره الاخيره ايضا من الاتحادات اللي ركزت جدا على لعبتها كان في تركيز كبير سواء من الناحيه الاعلاميه او الفنيه او الاداريه وانا اشوف ان التنس صراحه متطوره بالفتره الاخيره يبقى يبقى منو منافسينك من اليوك من دول الخليج هني احنا راح نكتشفها مع مرور الايام لان احنا خلينا واقع على مستوى العالم او اسيا ما احنا منافسين للابطال العالميين لكن على يعني بدوره الخليج تبين منو اللاعبين المميزين عندك صحيح أه لعبه البادل اليوم ما شاء الله مسعود يعني خذت الجو صراحه يعني يعني مثل ما كره الصالات اليوم الكل يتكلم عنها البادل قبل البطوله قبل الدوره وقبل الالعاب الخليجيه اشوف الكويت اهتمت فيها اهتمام كبير يمكن الخليج قام يهتم فيها بعد المواجهه ما بين الكويت والبحرين شلون شايف يعني هو واضح من نتائج الامس ان الكويت منتخب قوي في البادل لان التطور الاخير اللي صار واهتمام الاخير من الشباب مستحيل انت عندك تقريبا بما يقارب اتوقع على هذه من نفسه حسابيا نعم على الملاعب اللي انتشرت في الكويت اتوقع مو اقل من 10000 يمارسها سواء نساء او رجال صحيح فمستحيل من 10000 انت ما طلعت لك 10 لاعبين صحيح يعني كنت احنا نقول 1% فاتوقع ان اللاعبين واضح ان اول امس انتصار يعني 3-0 وكان نعم مريح اتوقع ان البحرين امس يعني كان خساره يعني ايضا خسر مباراتين فاتوقع ان الامور واضحه من البدايه احنا نقول دائما في الشام من الركزه الاولى يعني من النظره الاولى واضح ان المنافسه يعني راح تكون بين الكويت وقطر على لقب البطوله يعني في حتى في النساء مو بس في الرجال فاعتقد ان الوضع يعني لانهم اهتموا فيها من البدايه صار لهم اكثر من فتره مهتمين في اللعبه ودائما السباقين هم اللي يكونوا لهم الافضليه لان عندهم خبره وتمرس وايضا تنافس بينهم فاعتقد ان هذا الامر ممكن يعطينا افضليه انا اشوف ان البادل لعبه راح تحقق لنا ميداليات في الفتره المقبله. باذن الله ان شاء الله يعني ايضا مواجهه ما بين الامارات والسعوديه. من توقعاتك او من تتوقع اقرب للفوز؟ انا اشوف ان الامارات اقرب من الفوز من السعوديه لان ايضا الامارات فيها اهتمام باللعبه لكن يبقى ان هذين اللاعبين اكثرهم شوف ابو احمد في العاب جديده انت ما يعني قراءاتك تنبني من اول لحظه هذه اول بطوله احنا نشوفها صحيح اول بطوله اي بالواقع اتكلم يعني ببصر. فانت راح تشوف على هذا لكن من الاعداد نعم. من التجهيز من التواجد داخل الدوله او الدوله اهتمام الدوله انا اشوف ان الامارات يعني ممكن لها افضليه على السعوديه نعم بوديك يعني ابو حق ابرز نتائج دوره الالعاب الخليجيه بفوز المنتخب الكويتي بذهبيه كره القدم للصالات للرجال شلون شايف هذا الفوز؟ شلون شايف فرحة الجمهور اللي اللي أمس أنعش صالة مجمع الشيخ سعد؟ أشوف أبو أحمد الحين الصالات حقق ميدالية ذهبية هي, هي تنحسب ميدالية ذهبية واحدة صح ما تنحسب حق 12 لاعب 13 بالضبط بالسباحة حقق لاعب واحد الميدالية الذهبية عكساً لكن شوف الفرحة اي والله دائما الألعاب الجماعية لها خصوصية بالفرحة صح الجمهور حضوره وتشجيعه وتواجده يفرق يمكن في ناس يعني عفوا في الرياضة شوي يعني يحبون رياضة لكن مو مطلعين في غوالي يظنون مثلا في الاولمبياد الـ الـ اي اولمبياد لعبت مثلا فريق البرازيل اخذ آه الميداليه الذهبيه نعم <applause> عبالهم ال24 لاعب ميداليه ذهبيه راح تسجل في السكور لا هي تسجل ميداليه ذهبيه واحده ففي هني ناس يصير عندهم خلط ممكن في ناس عبالهم الطفره اللي صارت في ترتيب البدايات في الكويت من لعبه كره اليد لا كره اليد كره الصالات كره الصالات حقق ميداليه ذهبيه واحده وهو إنجاز ليش هو إنجاز؟ لأن التقارب الكبير في التنافس في المستوى اللي شفناه واللي أنت قاعد تفوز في اللحظات الأخيرة والثواني الأخيرة والمعاناة الكبيرة دليل دليل على إن أنت منتخب الصالات مستعد وبقوة لبطولة غرب آسيا اللي راح تستضيفها الكويت هني ولنهائيات كأس آسيا بشهر سبتمبر اللي راح تستضيفها أيضا الكويت هني. بإذن الله. وان شاء الله نكون من ضمن المنتخبات الاربعه او الخمسه المتاهله راح تاهل كاس العالم فانا اشوف ان جيل صراحه الصالات مميز مدرب مميز اداره مميزه ودعم اتحاد لا واضح من الان اللي سووه فيه كمستوى وكاداء في البطوله مبهر فريق قتالي لاخر لحظه صراحه والجمهور يلهمهم قاعد يعني واضح فيه الهام من الجمهور صحيح. وهذا شيء مميز والان هم كسبوا حب الجمهور اكيد فببطوله غرب اسيا الجمهور وراكم صح في نهايه كاس اسيا الجمهور وراكم صحيح باقي عليكم انتم تهتمون بنفسكم والمستوى وتزيدون وترفعون من الرتم وفي بعض الاخطاء على المدرب انه يصح يعني انا اشوف في بعض الاخطاء لكن الحمد لله في النهايه في المجمل العام الاشياء الايجابيه اكثر من السلبيه بنسبه كبيره اللهم لك فهذا شيء مميز لمنتخبنا الصالات اللي احنا اصلا سباقين في هذه اللعبه فما نبي فيها وان شاء الله ما نتراجع فيها تراجعنا فتره قليله ورجعنا بسرعه و وهذا شيء مميز ويحسب للجهاز الاداري الفني للمنتخب والأمانة شيء مميز أكثر وأكثر في هذه الصالة وهذه الدورة حضور العائلات الأمانة يعني يعني الجماهير الشيلات والصفقة والأهجيز الجميلة اللي قاعدين يهتفونها حق منتخبنا ولكن أنا يعني استمتعت في حضور العائلات الأمانة يعني كان وجودهم مؤثر وجميل وهذا اللي حاضر حق ولدها اللي جاية حق أخوها الأهالي يعني يعني يمكن هذا جانب ثاني أيضا يفرح أخواننا وأهلنا الكويتيين والخليجيين اللي حضروا أنه على الاقل في هذه الفتره وهذه الساعات البسيطه ان عندهم مكان ثاني ترفيهي غير المجمعات والاماكن السياحيه في الكويت شيء جديد عليهم اي والله بس رغم انه شنو عندنا احنا الحين في الوقت الحالي عندنا شنو؟ امتحانات نعم طلبة ومدارس صحيح. لكن شوف الجمهور ما شاء الله وشوف الناس اللي متواجده انا ابو احمد ودي يعني واحد يعني انا ودي يعني لما أشرح لي ورا خلف الشاشات انا اتمنى تواجدون ليش اتمنى انا قاعد وشايف إيه؟ شايف الطفل وشايف الام وشايف الاخت وشايف قدامي يعني ما حد يعني ما حد ينغل الصوره فانا شايف هذا الشيء عايش متعايش معاه صحيح فلما اشوف هذا الشيء استانس اضيف لك شيء ثاني تفضل لما يلعب منتخب الكويت مثلا مع منتخب السعوديه نعم. تلاقي لاعبين لاعبين او لاعبات الامارات لاعبات احنا نتكلم بصفه العوائل الان حلو موجودين مع رابطه منتخب الكويت ويشجعون ومستانسين على الاجواء هذه لان صراحه الرياضه النسائيه ولا دوله خليجيه متعوده هذا التشجيع. صحيح. فلما شفنا هذا التشجيع يعتبر طفره ايضا في التشجيع الخليجي ودائما انا اقولها دائما احنا التشجيع عندنا غير في الكويت يعني امس نبارك للعربي تاهله في بطوله كاس الاسيوي نعم شفنا جمهوره بالمؤتمر الصحفي مدربين المنتخبات ما يقول العرب فاز يقول جمهوره فاز علينا بالضبط فهذه ميزه صحيح. ان جمهورك يكون داعم لك بصوره كبيره احنا وين ما انتظرنا انه يرجع الجمهور مره ثانيه للملاعب او الصالات صحيح. وهذه ان شاء الله نكملها يعني واضح ان الانجازات هي التي تجيب او المستوى المميز هو اللي يجيب هالشيء العربي تاهل كاستحاد الاسيوي منتخب الكويت الصالات حقق البطوله الخليجيه ايضا المنتخب النسائي ما ننساه حقق الميداليه الفضيه اعتقد انه بدأت يعني في في دوره انتعاشه في الرياضه صحيح يعني انا بس خليك تريح شويه نروح حق هذا التقرير بنروح ياكم اعزائي المشاهدين حق هذا التقرير راح نرجع نسولف مع الصحفي المتميز عبد العزيز جاسم <applause> نستهل جولتنا مع الصحافة الخليجية مع صحيفة الرياضية السعودية. انتزع المنتخب السعودي لكرة الطاولة الميدالية الذهبية في منافسات الفرق في لعبة كرة الطاولة بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بعد فوزه على المنتخب القطري في المباراة النهائية. وفاز عبد العزيز العباد لاعب المنتخب السعودي على ناظري محمد حسين لاعب المنتخب القطري 3-1 في المباراة الأولى. فيما كسب علي الخضراوي نظيره القطري أحمد المهندي بنتيجة 3-2 في المباراة الثانية. وتجاوز عبد العزيز بوشليبي لاعب المنتخب السعودي نظيره القطري فهد المغني بنتيجة 3-1 في المباراة الثالثة. ونبقى مع صحيفة الرياضية السعودية حقق المنتخب السعودي لكره قدم الصالات للسيدات الثلاثاء الميداليه البرونزيه في منافسات دوره الالعاب الرياضيه الخليجيه الثالثه التي تستضيفها الكويت وكان منتخب السيدات بدا مشواره في البطوله بالخساره امام البحرين ثم الانتصار على الكويت والامارات وفي نصف النهائي خسر اخضر الصالات مواجهته امام نظره الكويتي بركلات الترجيح بعد التعادل في الاشواط الاصليه وفي مواجهة تحديد المركز الثالث تغلب الأخضر على نظيره الإماراتي ليحصد الميدالية البرونزية وإلى صحيفة الراية القطرية حقق الفريق القطري المكون من محمد عبد الوهاب وأحمد خليل وفهد المغني الميدالية الفضية لفرق كرة الطاولة بدورة الألعاب الخليجية المقامة في الكويت والى صحيفة البلاد البحرينية. حقق منتخب السيدات البحريني الميدالية الذهبية ضمن منافسات كرة قدم الصالات بعد الفوز على المنتخب الكويتي بهدفين مقابل هدف أمس في دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة في دولة الكويت. بينما حقق المنتخب السعودي الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره الإماراتي. وإلى صحيفة البيان الإماراتية تمكن لاعب منتخبنا الوطني للجودو من إهداء الإمارات ثلاث ميداليات ملونة في منافسات اليوم الأول للجودو ضمن النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة حيث توج جورام بوزن تحت 66 كيلوغرام بالميدالية الذهبية عقب فوزه على الكويتي عيسى المرزوق والسعودي مونس هوساوي والبحريني محمد نايف وتوج سعيد النقبي بالميدالية الفضية بوزن تحت 73 كيلوغرام بعد فوز البحريني رمضان كودجكاف بالميدالية الذهبية كما توج أحمد لسميري بالميدالية البرونزية بوزن تحت 60 كيلوغرام ونبقى مع البيان الإماراتية استطاع منتخب الإمارات للدراجات أن يفرض هيمنته على غمار مسابقات الدراجات، ويغرد بعيداً بالألعاب الخليجية عن بقية المنتخبات، ويحصد 11 ميدالية ملونة من أصل 14، تم تخصيصها بوجه عام لمسابقة الدراجات، حيث حقق منتخبنا الوطني للسيدات العلامة الكاملة بحصد أربع ذهبيات من أصل أربع. فيما حقق منتخب الرجال ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرازيتين نلتقي معاكم اعزائي المشاهدين على القناه الرياضيه اليوم ضيفنا متميز ضيف عزيز يعني الصحفي يعني عبد العزيز جاسم يعطيك الصحه يعطيك الصحه والعافيه ابو سعود والامانه معلوماتك ثريه ونستمتع في وجودك ويانا أه بوديك حق منتخب السعوديه لكره الطاوله يحصد ما شاء الله الذهب أه وطبعا ايش رايك شلون شايف, شايف لعب الاخضر على على هذا الذهب اللي حصلوه شوف لعبه بالذات كره الطاوله لها ناسها يعني ناسها يحبونها يحبون مشاهدتها يستمتعون بالتواجد فيها ويدعمونها. صحيح ان يعني عندنا الرياضه هذه في فتره من الفترات كانت في الكويت يعني الكل يمارسها. صحيح. بالمدرسه تمارسها في الانديه الصحيه موجوده تلاقي في الانديه الصيفيه تلاقيها موجوده لكن صراحه تراجعت. صحيح. خلينا نكون واقعيين بالنسبه لنا يعني كحب وعشق كذي للعبه كان يعني قبل تستغرب ان احد من ربعك هذا ما يلعب كره طاوله صح. يلعب كره قدم بس مثلا يلعب كره طاوله يلعب يد لاعب سله بس يلعب كره طاوله صح. فكان فيها رياضه ثانيه بالنسبه بالضبط. للناس لان التنس الارضي نوعا ما صعبه شوي صح. كره الطاولة التفوق السعودي في هذه البطوله او الدوره او الذهبيه واضح ان هم معولين على لعبه كره الطاوله ان تحقق لهم اكبر عدد من الميداليات <applause> لاعبينهم مميزين واضح تحضيرهم لهذه البطوله في هذه اللعبه ايضا مميز تهيئتهم للاعبينهم كانت يعني واضحه في البطوله فاشوف أنه كرة الطاولة بالنسبة للسعودية هي عنصر مهم من تحقيق الميداليات الذهبية في هذه البطولة نعم. فكان واضح التركيز حتى نتائجهم متميزة تقدمهم في بعض المباريات والمباريات الثانية بنتائج سهلة ما ما كان يعني كانوا يحققون الفوز بطريقة سهلة ما كانت عندهم صعوبة في الوصول للأدوار الثانية فأعتقد أنه يعني واضح أن من الآن أن لهم ميزة في هذه اللعبة صحيح أيضا بودك حق المنتخب السعودي سيدات ما شاء الله يفوز في برونزية يعني كرة قدم الصالات شوفوا هو قبل لا تنطلق البطولة نعم في تصنيفات نعم للبطولة الخليجية الكل يعني كان يعني احنا راح ندش عليه بعد شوي لكن خلي بالسعودية الحين السعودية نعم كان يعني يا ثاني يا ثالث حلو والأقرب أنه ثاني نعم يعني أنه منافس الكويت على المركز الثاني نعم وفاز على الكويت في دور المجموعات لكن في البلاي أوف خروج المغلوب تمكن الكويت من إخراج المنتخب السعودي السعودي وبالتالي السعوديه لعب على مركز اللي هو الثالث وحقق الثالث لان هو يعني اقرب انه يحقق كان المركز الثاني وتمكن من تحقيق المركز الثالث بس التطور الكبير في الاداء نعم. والمستوى احمد نعم. انت لو كنت تتابع كره الصالات النسائيه قبل ثلاث سنوات اربعه نعم. وتشوف الحين في فرق كبير يعني من كذي لكذي فرق مو طفره ما شاء الله ما شاء الله وحده التنافس مو بس حتى التنافس، التشبع التكتيكي اللي موجود عند البنات انا يعني يعني في بعض الاحيان تطبيق التكتيك والامور التكتيكيه داخل الملعب يعني تقول صراحه صار لهم باع كبير في هذا المجال او فصراحه انا اشوف انه في تطور وابهار للكره الصالات النسائيه وصارت تشد بعد اللعب طريقتها والحماس قبل يعني خلينا نكون واقعيين تشوف النتيجه 10 10-2 15 صحيح واحد صحيح ما ادري نتائج كارثيه ها كم النتيجه اكبر نتيجة, نتيجه ثلاثه صحيح هذا واحد هذا اثنين فالتكتيك بدا يغلب على الامور الامور اللي هي مثل ما تقول الفطريه في اللعب صحيح فانا اشوف ان التكتيك الان هو الاساس صار في لعبه كره الصالات وما شاء الله صراحة في تطور كبير ونوعا ما وسعود يعني أنا تلمست في المباراة كرة القدم الصالات للسيدات تحديدا الشباب يعني والرجال الأمانة مستم يعني عودونا من, من, أول يمكن دورات حتى رمضانية يعني اللي 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 السيدات في نغلة في باص في تكتيك في آه في رفعه معينه في حارس مرمى فيه مميز يعني, يعني في ناس ابو احمد والله ما شاء الله يلعبون اذا اكيد اللاعبين الكره فيستغربون من الطريقه يعني ناس ترى الرياضيين اللي أتكلمك عليهم واقفين مثلا معانا مع الجمهور فيصدم يقول لنا ما شاء الله في لعبه في تناقل ناس ما قلت نقل الكره هذا هذا ترى التمرير هو اساس كره القدم صح واساس لعبه اي كره مثلا حتى في السله والتمرير الصحيح اللي هو حتى في الطائره التمرير الصحيح هو اللي يفوزك بالضبط. اللي هي اللاعب اللي يرفع الكره الرفاع يسمون السله التمرير السليم وتبادل الكره في اليد تمرير اساس فالان احنا لما نشوف التمرير مميز جدا عندهم صدقني راح يصير في تطور كبير في ان شاء الله احنا نتمنى نكون منافسين لاسيا مو بس بيننا في دول الخليج باذن الله ان شاء الله نبي حق المنتخب البحريني هذا المنتخب الجميل اللي, اللي ما شاء الله يعني امتع كرة جمهور كرة قدم الصالات في صالة يعني الأمانة ما شاء الله حصين يعني ذهب يعني شلون شايف هذا الإنجاز الرائع لهذه السيدات وهالبنات خواتنا البحرينيات منتخب البحرين رائع برا وداخل الملعب ما شاء الله برا إذا خلص يقعد يمكن مدة عشر دقائق شيلات وأغاني <applause> وهازيج بحرينية تستمتع فيها صراحة تنطر بس تخلص المباراة عشان تستمتع فيهم جميل حتى لو شايف في مواقع التواصل الاجتماعي أو في في مواقع البحرينية تشوف فيديوهات لهم بعد كل مباراة وتستمتع إذا كنت موجود بالملعب شوفها سواء مواقع التواصل الاجتماعي أو في التلفزيونات هذه الشغلة الشغلة الثانية الأمور الفنية المنتخب البحريني يأي هو البطل وهو حامل اللقب هو المرشح الاول وبالفعل اثبت هذا الشيء نعم لكن لا لقى صعوبه مو نفس قبل صح قبل ياخذها بسهوله الان لما يفوز على منتخب الكويت يعني امس الكل شاف منتخب الكويت شلون ضغط اخر فتره وبغى يسجل هدف التعادل صحيح الان لما يلعب منتخب السعوديه يلاقي صعوبه قبل لا كانت الامور سهله فعليهم الانتباه نعم ان الشيء مو دايم اذا ما كان في اهتمام واستمراريه ونفس الامور واختيار اللاعبين اللاعبات المميزات ممكن انت تتخلى الدوره الثانيه عن اللقب فاعتقد ان عليهم الانتباه لهذا الشيء لان المنتخبات الثانيه قربت لهم في المستوى وايضا في النتائج فاعتقد ان الموضوع شوي يحتاج تركيز لكنهم اثبتوا انهم فعلا مرشح الاول بتحقيقهم اللقب بالضبط احنا نوجه لهم تحيه ويسهلون هذا الفوز وتحياتي لكل خليجي موجود معنا في هذه الدوره وهذه البطولات ان شاء الله نستمتع معاهم اخواننا واخواتنا الخليجيين بنروح ياكم اعزائي المشاهدين حق هذه الفتره فتره الدينيه ونرجع نستكمل حديثنا مع النجم عبد العزيز جاسم <applause> متواصلين معكم مع اعزائي المشاهدين في هذه الاجواء الرياضيه الخليجيه وفي بروح ذهبيه ضيفنا العزيز عبدالعزيز جاسم يعني ابو ما شاء الله الامارات تحقق ثلاث ميداليات يعني فعلا ابطال في اليوم الاول يعني مو هذا في منافسه الجوده وشلون شايف هذا الموضوع؟ احنا نفس ما ذكرنا قبل شوي ابو احمد ان قلنا في بعض المنتخبات تعول على بعض الالعاب صحيح ولما اخذ بطلنا العلى الذهبية نعم. قلنا احنا خذها من احنا نقول فم الاسد الامارات لان الامارات هم يعني واضح تركيزهم كبير على لعبه الجودو نعم. ولهم لاعبين مميزين فيها حتى تحقيق الميدالات الاسيوية لهم في فترات سابقة فاعتقد نعم. ان يعني هذه اللعبة عندهم لعبة تعتبر يعني يعني شيء اساسي في الدورات المجمعة وما ما يعني ما يقبلون أن يكونون فيها مركز ثاني بالعكس دائما يطمحون فيها للمركز الاول واضح انه راح ترتفع اعداد ميدالياتهم من خلال لعبه الجودو انه اليوم الاول ثلاث ميداليات اتوقع اليوم الثاني ايضا اليوم الثالث ايضا فاعتقد الثلاث ايام هذيلا راح يكون لهم عدد كبير من الميداليات وممكن يرتفع في جدول التصنيف بسبب لعبه في جدول الميداليات عفوا فبسبب لعبه الجودو فهني يبدا تكتيك المنتخبات الخليجيه في نعم. العاب معينه هي اللي تعول عليها ممكن انت تشوفها في المركز الاخير مثل المنتخب السعودي ممكن الطاوله ترفعه ممكن العاب ثانيه ترفعه فاعتقد انه يبدا الان التبادل المراكز بين الفرق ما اتكلم الاول الكويت شوي صار بعيد نعم. أو البحرين الثانية اعتقد بين الثالث والرابع والخامس والسادس يعني هذا اللي راح يصير في تبادل لليوم الاخير البحرين اذا ما حصد عدد من الميداليات الذهبيه خلال الفتره الجايه ثلاث إلى أربع ميداليات ممكن أيضا يتعرض إلى تراجع، أنا الكويت واثق أن في ألعاب راح نحقق فيها ميداليات ذهبية، لكن احنا ما نحط ضغط تحت لاعبينا أو المنتخبات اللي بتكلم عليها، صحيح. لكن واضح أن في عندنا لاعبين راح يحققون ميدالية ذهبية ومعروفين وأسماء معروفة، نعم. لأن هم أبطال هذه اللعبة. نعم. يبقى أنا أشوف أن التنافس راح يكون أكثر على المركز الثالث، يعني الأول والثاني نوعا ما يعني بدرجة كبيرة من خلال حتى جدول الميداليات الكويت والبحرين وايضا يبدو لي الامارات الهوكي الجليد جاي بقوه ان شاء الله يعني هو منتخب, الكويت الهوكي الجليد الامارات لكن يبقى الكويت هم منافس له صحيح هو الامارات صحيح من المنتخبات القويه حتى المقارنه أصل الكويت يعتبر منتخب قوي اللي نتيجته الاولى في هوكل الجليد على المنتخب البحريني بنتيجة تسعة واحد فهذه أمور تعطي منتخبنا دافع تعبوا صراحة أخواننا في هوكل الجليد ويستحقون إن إحنا نشيد فيهم وتعبهم بالفترة الأخيرة من لا شيء أيوة. إلى اتحاد ومشاركات عالمية وقارية نفس الشيء الاتحاد الإماراتي لهوكل الجليد صراحة يعني <applause> تعبان على منتخبه وواضح أنه حتى في مشاركاته هو في تنافس بيننا وبينهم في المباريات بشكل عام. صحيح. ما شاء الله كرة السلة الإماراتية أيضا يتأهل بعد فوزه يعني على البحرين يعني توقعاتك هل سيحصل ذهبية أم سوى يواجه الكويت؟ توقعات وأمنياتي عكس اللي احنا نقول. منتخب الكويت لكرة السلة عشان نعرف النتائج، فاز على جميع المنتخبات في البطولة الخليجية. نعم. ومن ثم سعاد وحقق الفوز على المنتخب السعودي في السيمي فاينل تاهل المباراه النهائيه نعم منتخب الاماراتي فاز لكنه خسر امام المنتخب الكويت لكن كانت اللي شاف المباراه مم. مباراه للحظات الاخيره شد واعصاب ومباراه حتى يعترى يعني سكور لما نقول احنا منتخب الكويت فاز يمكن 81 76 سكور كان فارق ست نقاط, نقاط. مم. ترى ولا شيء في كره السله هذه رميتين ثلاثيات فاعتقد ان المباراه راح تكون صعبه وناريه وهني نبي ان شاء الله دعم الجمهور فيها والحماس يكون موجود بصوره كبيره لان نهائي السله وعلى اللقب، انا صراحه ودي يعني منتخبنا تعب حيل 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 في البطوله، حقق جميع الانتصارات في جميع البطوله، اتمنى يكملها ويحقق الانتصار في المباراه النهائيه ويحقق الميداليه الذهبيه. باذن الله ان شاء الله، كيف تتوقع تكون المراكز الثلاثه الاولى بجدول ميداليات البطوله؟ انا نفس ما ذكرت قبل شوي اتوقع يعني ان الكويت راح ان شاء الله يكون هو الاقرب الحصد احنا يعني نقول الميداليه الذهبيه على جميع المنتخبات انه يعني يكون المركز الاول في الختام إن شاء الله. البحرين هو الواضح الاقرب والاس يعني المنتخب المستعد بصوره كبيره نعم. انه يحقق لكن اذا ما يعني ما كمل نفس بدايته واضح انه قاعد يتراجع شوي شوي لانه كان متصدر وهو الكويت خذ من الصداره اصلا نعم. يبقى المتنافس على المركز الثالث انا اشوف ان السعوديه والامارات نوعا ما قادمون بقوه من الخلف جميل فهم ترتيبهم الان يعني لكن هم قادمون بقوه من الخلف على البحرين الحذر كمركز ثاني نعم وايضا على المركز الثالث يعني هم بينهم راح تكون منافسه باذن الله ان شاء الله الـ الـ بشكل عام راضي عن عن مستوى كصحفي راضي عن مستوى البطوله والتنظيم الـ 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 الاحتفاليه الـ الاحتفال اللي صار شلون شايف؟ جدا الرضا التام صراحه احنا شفنا الافتتاح وشفنا ردود الفعل من حتى مو بس دول الخليج الوطن العربي كله كان يعني مستمتع جدا في حفل الافتتاح هذا بروحه صراحه يبي يعني شرح وواف وكافل لان تواكبنا في تطور جد يعني مع الأحداث الجديدة وكان نوعا ما رسالة في أمور جدا مميزة. م. التنظيم تنظيم ما, يعني ما شاء الله يعني احنا الحمد لله يعني في كل مكان في أخطاء م. أو في ناس تحتج أو ناس تزعل م. لكن ما كانت كبيرة يعني احنا خلينا نكون واقع يا أبو أحمد مثلا لاعب حاشته زحمة تأخر على الوصول. صحيح. هذا أه أمر طبيعي. عدل. إعلامي ما قدر يدخل منظم قال له بوين بطاقتك ناسيها والله تعال تعال هذا إعلامي احنا نعرفه دخلوه. امور يعني بسيطه, بسيطة مو الامور الصعبه اللي هي احنا تاجلت البطوله ثلاثة ايام وما كان عندنا مشكله تاجلت البطوله بيوم الغبار اللي صار في سوء احوال جويه وبقدرة ربك هذا واحنا نحمد ربنا عليها زين وايضا ما كان عندنا مشكله في بعض ثاني يوم في تنظيم البطوله وهذا دليل على ان وجود دراسه في نعم هذا الموضوع والحمد لله انا اشوف التنظيم ناجح من البدايه الى الان وان شاء الله نكمل الختام باذن الله ان شاء الله كل الشكر لك ضيفنا العزيز يعني الصحفي عبد العزيز جاسم في جريده الانباء اتمنى لك التوفيق ان شاء الله واتمنى كل من حضر في دوله الكويت من الخليجيين الصحافه والاعلاميين والرياضيين و و و والجماهير نقول لهم حياكم الله والسعه المباركه ونتمنى لكم طيب الاقامه في دوله الكويت مشكور وايد الله يعطيك الصحه والعافيه استمتعت بالحديث معك الله يحفظك اتمنى تواجد معك اكثر من مره باذن الله تشرف يا اخوي أسأل الله يحفظك ان شاء الله بنروح إياكم اعزائي المشاهدين حق هذا التقرير نتكلم عن وجوده ونسلمكم الهواء اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين مستمرين معاكم في تغطيتنا اليوميه لدوره الالعاب الرياضيه الخليجيه التي تقام في الكويت حاليا موجودين في صاله الشيخ عبد الله الجابر للجودو والتيكوندو لتغطيه منافسات لعبه الجودو لدوره الالعاب الخليجيه خلوكم معنا في هذه التغطيه الخاصه لهذه اللعبه الله يعافيكم وعساكم على القوة اليوم أول يوم البطولة لعبنا ثلاثة أوزان ستين وستة وستين وثلاثة وسبعين والحمد لله اليوم الله وفقنا بذهبية وزن ستين لا مش على العلي ونبارك لدولة الكويت حصول الميدالية الأولى لعبة الجودو وإن شاء الله القادم أفضل وبكرة إن شاء الله عندنا أربع أوزان وزن واحد وثمانين وزن تسعين وزا وناقص 100 وزائد 100. والله المستوى الفني مستوى يعني الكل مشارك في الفريق الاول يعني والمنافسه جدا قويه يعني وتدري هذه مو بطوله خليج هذه بطوله العاب الخليجيه يعني تنظيم وبطوله يعني جدا قوي مستواها قوي يعني. تنظيم ناجح 100% لحد الان، انا انا طبعا صادفت بطولات وحضرت بطولات كثيره لكن للأمانة للأمانة أنا أعطي ميدالية ذهبية حق دولة الكويت بصراحة تستحقون الإشادة تنظيم رائع إقامة رائعة مواصلات رائعة بصراحة طبعا إذا بتكلم عن اتحادي اتحاد الجودو الكويتي بالأمانة بالأمانة ما هي مقصرة في أي شيء سواء برئاسة الاتحاد الأخ العزيز يوسف العنزي بالنسبة حق رئيس اللجنة الفنية حسين أكبر قائم في دوره عندك فهد نافع رئيس لجنه الحكام قايمين في دورهم من اروع ما يمكن وهذا الشيء بالعكس يحسب ان على اساس ان الرياضه الكويتيه كانت وما زالت وهي بخير واحنا قاعد نتعلم منها ترى. بالنسبه حق الجودو والله اشوف مستويات كثير بعد انت تعرف بعد توقف الكورونا والامور هذه احنا كنا نفكر كثير في المستوى الفني بس الحمد لله اشوف المستوى الفني منا للاعلى للاعلى واشوف المستويات يعني تبشر ان شاء الله وما وما تخليك تتكهن حتى من اللي راح ياخذ الميداليات يعني العاده نشوف المباريات تقول والله تعرف فلان ولا فلان اللي راح ياخذ ولا اي دوله بتاخذ بس هني لا لحد الحين مستويات ما شاء الله جدا عاليه ف يدلك انه ما راح تعرف منو اللي راح ياخذ الميداليه فان شاء الله اللي بياخذها مبارك له ان شاء الله. بالنسبه لرياضه الجودو آآ آآ كمان هي رياضة نحن بنتعامل فيها كما كأردن بيلعبوا لاعبين كثير مع كثير من الوجوه اللي موجودة من اللاعبين الموجودين هون والمدربين فالتنظيم ممتاز آآ القاعة قاعاتهم ممتازة لهذه الرياضة ويعني فعلا نحن نشكر أنه نحن موجودين في هذا المكان ونشكر الكويت على هذا التنظيم الرائع شهدت صالة الشيخ عبدالله الجابر للجودو والتيكواندو انطلاقة منافسات المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي في لعبة الجودو. انطلقت منافسات اليوم الأول بحماس كبير بين اللاعبين في مختلف الأوزان، حيث حقق لاعب منتخب الكويت مشعل العلي ذهبية وزن 60 كيلو، أما في وزن تحت 66 كيلو. حقق لاعب منتخب الإمارات كرام دزافيشلي الميدالية الذهبية وفي الوزن الأخير من منافسات اليوم الأول تحت 73 كيلو حقق لاعب منتخب البحرين رمضان كودا جاكوفو ذهبية هذا الوزن كان ودي أني حقق الذهب لكن إن شاء الله الجيات بإذن الله وحاب أشكر اللجنة الأولمبية والاتحاد السعودي وفريق المنتخب كامل على المساعدة كنا نتمرن سوا والحمد لله باذن الله القادم افضل. أه، والله جميعهم كانوا منافسين اقوياء صراحه وكانت منافسه يعني جميله واستفدت منها كثير والقادم باذن الله بيكون أج، اجمل وافضل وبنحقق اكثر واكثر ان شاء الله. الحمد لله المشاركه كانت زينه بالنسبه لنا كلاعب تحت وزن 66 هذه المشاركه الاولى لي انا والحمد لله قدرت اجيب فيها ميداليه ان شاء الله ان نقول ان المستقبل يكون افضل من جديد يعني نحقق بطولات اكثر. ونمثل الوطن بشكل افضل من جديد ان شاء الله. الحمد لله يعني تنظيم ما عليه كلام وايد زين اجواء مثل البطولات العالميه كل شيء تجهيز صاله هني كل شيء الحمد لله كان زين يعني اكيد ان شاء الله لازم طموح عالي لكن ناخذ ان شاء الله يعني ستيب باي ستيب لين نوصل ان شاء الله. اول شيء الحمد لله ان قدرنا نمثل الكويت باحسن صوره وحققنا اليوم ميداليه ذهبيه. ومنافسات كانت جدا قويه الدول كلها مجهزه من احسن تجهيزات والعدد كان ممتاز طبعا وان شاء الله الله يوفق باقي الفريق باكر بختاميه البطوله في باقي اربع اوزان بعد وان شاء الله من نصيب الكويت الى هنا اعزائي المشاهدين وصلنا معاكم لنهايه تغطيتنا لهذا اليوم للعبه الجودو شكرا لكم نلتقي فيكم ان شاء الله في تقارير اخرى عدنا لكم من جديد أعزائي المشاهدين متابعي القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت ومن هذا الاستديو المصاحب لدورة الألعاب الخليجية الثالثة وكما عودناكم بضيوف نستضيفهم هنا في هذه الدورة الجميلة وبنكهة مشاركه يقدمون لنا مشاركه جميله طبعا وملاحظاتهم ومشاركاتهم اكيد تهمنا ومن هنا نرحب بك بالسيد العزيز اسماعيل البلوشي رئيس لجنه الحكام لعبه كره الطائره في هذه الدوره الخليجيه الثالثه مرحبا الساعة وحيا الله من جانا ونور مكاننا الله يخليك الله خير على الاستضافه الله يحفظك يا رب يعني في البدايه بنروح معاك يعني شلون شايف مستوى الدوره وشلون شايف مستوى اللجان التحكيميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية الأمر صراحة يعني الدورة المنظمة اللجنة المنظمة ما قصرت في موضوع التنظيم نعم. على يعني على أكمل وجه نعم. والأمور يعني من بداية أول ما وصلنا لليوم نحن نعم. الحمد لله كل الأمور منظمة مه. وماشي على قدم مساقة جميل آه رأيك يعني في المستوى الفني للحكام المشاركين في هذه المباريات يعني آه أكيد لكم دور وهذا كونك رئيس لجنه يعني طبعا بدايه الامر لجنه الحكام هي يعني هي اللي تدير موضوع يعني امور الحكام في البطوله هذه ك نعم ك يعني ادراج المباريات كتوزيع المباريات لهم نعم نحن نشوف الحكام في بداية الأول يوم نحن قاعد معاهم نشوفهم مثلًا ونتعرف عليهم ونعطيهم التعليمات اللي راح نحن نطبقها في البطولة جميل هذا في, في أول يوم يعني حلو هل يتم اختيار الحكام في طريقة معينة يعني هل في سي في معين للحكم هل في تنظيم معين طبعًا على مستوى الخليج خاص البطولات الخليجية نعم طبعا كل حكم يترشح من قبل دولته يعني يكون مع الفريق المرافق. جميل. فالتوزيع ما يجي عن طريق مثلا لجنه خارجيه او كذا لا، الدوله هي اللي تختص في اللي هو مثلا اعطاء الدور لاي حكم. حلو. في بدايه الامر، زائد يعني مثل حاليا في هاي البطوله دورة دوله الكويت هي اللي تستضيف حكم محايد مثلا حكمين محايدين من خارج المنظومه اللي جميل منظومه الخليج جميل وعاده كره الطائره يكون كم حكم في المباراه؟ على مستوى الدولي يعني يعني بحدود يعني ما نتكلم على بحدود يمكن 11 حكم ما شاء الله على مستوى الدولي ما شاء الله ما شاء الله ونحن طبعا نطبق الدولي هنا في البطوله يعني صحيح هل واجهتكم صعوبات في مباراه تحكيميه يعني خلال الدوره؟ والله هو كصعوبات إن في اداره المباريات ما اعتقد لان الحكام يعني كلهم ما شاء الله على كفاءه عاليه يعني. نعم. لكن هي مساله التوزيع يعني لما انا الحكام على مباراه معينه ولا كذا هي اللي تاخذ معنا شويه وقت يعني. حلو. على اساس ان احنا نختار الحكم المناسب للمباراه المناسبه. جميل. الحكام اغلبهم يعني خليجيين صحيح؟ هي نحن حاليا عندنا طبعا ست حكام الخليج. نعم. بالاضافه الى حكمين محايدين من خارج يعني في حكم عندنا من اليابان نعم وفي حكم من تايلاند هذول محايدين تمام يعني تصنيف قائمه الحكام من قبل الاتحاد الدولي لكره الطائره تعتمد على ماذا يعني على شنو تعتمدون؟ يعني شو الاتحاد الدولي في البدايه ياخذ على اللي هو يعني انت حكم دولي من نعم كم سنه مثلا يعني صار لك كم سنه تحكم نعم آه بعد ما تعدي يمكن أعتقد ثلاث سنوات إلى أربع سنوات تتحكم وكذا نعم بعدين تبدأ تشارك في آه اللي هي المباريات القارية نعم على مستوى القارات مم من هني يتم يعني بروز اسمك صحيح للساحة الدولية. الاحتكاك بين طواقم التحكيم يعني في دوره الخليج يعني هل هل يطور من هذا المستوى المستوى الفني للحكام يعني بشكل أكيد عام؟ اكيد اكيد لا شك يعني اي مشاركه يشارك فيها الحكم راح تزيد من المستوى الفني جميل اما اذا بيقعد بس مجرد يعني بيحكم في دوري محلي او كذا ما راح يحصل يعني المستوى العالي في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الاداء في المباريات نعم كل ما زاد المستوى كل ما زاد حسك التحكيمي حتى جميل فهاي البطولة أكيد راح تعطي يعني يعني دافع لكل حكم انه هو يزيد او يطور من نفسه يعني بالاضافه الى التنشيط يعني اكيد لازم طيب شو اللي ينقص الحكم الخليجي علشان يوصل الى تحكيم مباريات دوليه عالميه؟ والله نحن حكامنا على مستوى الخليج والعرب ما ينقصهم شيء ما ينقصهم شيء ما ينقصهم شيء شي. يعني مستوى التحكيم عندنا نحن صراحه في الخليج في اسماء كثيره نعم شاركت في الاولمبياد وشاركت في بطولات عالم نعم يعني على مستوى الخليج فما ينقص الحكم الخليجي شيء لكن هو الشيء الوحيد اللي يمكن ينقصه هو الدعم 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 والدعم يعني اول شيء الدعم من الاتحاد الدعم من من قاره الدعم من اللجنه الاولمبيه يعني الدعم بشكل عام المنظومه الرياضيه في كل دوله هي اللي تدعم الحكم حلو زائد مستواه زائد مستواه اذا أنا... يأهل انه هو مثلا يكون حكم في المحافل الدوليه جميل يعني آه... قاعد يدخلون دورات معينه آه في دورات آه تنشيطيه ريفرشمنت آه يعني على مستوى العالم حكم والحكم من... والحكم يعني هو 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 من ط... من داخله لازم يدور ولازم يواكب لازم يواكب م. لازم يقرا لازم يعني احنا دائما نقول يعني حاليا احنا قانون كرة الطائرة كتاب واحد نعم. مثلا كتاب واحد هو هو يكون في قانون كرة الطائرة كلها نعم. لكن بالإضافة احنا عندنا كتابين إضافيين يعني كتابين إضافيين فوق كتاب القانون نعم اللي هو التعليمات والإرشادات زائد كتاب الحالات جميل يعني إذا يقراهن كلهن أي؟ هو في السليم مجرد انه يحفظ <applause> <applause> مجرد انه يتابع, يتابع ويقرا ويحفظ هو في السليم وراح يطبق بالسليم يطبق جميل يعني ودنا ندخل شويه بالتفاصيل اكثر اكثر عن اللعبه لعبه الطائره للامانه لعبه جميله وفيها تنافس كبير واليوم شاهدنا يعني في صالات مجمع الشيخ سعد عسى الله يغفر له يعني هذا تنافس كبير و وجماهير حضرت ما شاء الله يعني كره الطائره لعبه جميله يعني نبي نتكلم عن كره الطائره فنيا وعن القوانين اللي تقدمها اللجنه التحكيميه حق كره الطائره وحق لاعبين كره الطائره. نحن نستند في قوانين كره الطائره نعم من الاتحاد الدولي. جميل. يعني كل كل اربع سنوات يصير في بعض الاحيان تحديث يعني دائما يصير تحديث في الكونغرس مثلا في الاجتماع العام للاتحاد الدولي لكره الطائره. نعم. يصير في تحديث يعني مثلا بعض الاحيان هذا التحديث كيف يصير؟ شلون؟ يصير بناء على اراءات يعني من دول، من من حكام، نعم. من مدربين يعطون بعض المقترحات. حلو يطرشونها وين؟ يبعثونها للاتحاد الدولي. جميل وهم يدرسونها. حلو وبعض الاحيان يطبقونها في بطولات معينة، يجربونها تجربة في نعم. بطولات معينة. نعم وإذا شافوا أن هي تفيد اللعبة نعم راح يطبقونها. صحيح فهذا التغيير، التغيير هذا موجود. كل نعم. أربع سنوات تلاحظ أن في تغيير بسيط في اللعبة يعني. جميل. ما في شك من قوه الحماس واللعب والاحتكاك ممكن ممكن تصير بعض المشاكل اللي يعني الاشتباك احد اللاعبين تعدى احد اللاعبين على احد اللاعبين ان شاء الله ما تشوفها ما نشوفها في دورتنا الخليجيه إن, ان شاء الله ما نحب هذا الموضوع يعني. لو حصل هذا التصرف ما هو راي اللجنه المناسب شوف كره الطايره حالها حال اي لعبه ثانيه نعم الشيء الوحيد اللي في موجود في كره الطايره أنه يفصل الشبكة عن الفريقين صحيح ما في احتكاك صحيح لكن ما يمنع أن يصير في مشادات بين اللعيبة وهذه موجودة نعم وهي جزء من اللعبة نعم نحن ما نقدر نوقفها لكن نحن عندنا بعض الضوابط نقدر نحد منها شوية يعني صحيح بالجزاءات وبالكذا نعم لكن هذه الأشياء هي من يعني أنا 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 أقول تعتبر هذه من ضمن يعني حتى الاحتجاج يعتبر من ضمن اللعبة فاكهة اللعبة يعني هاي اشياء يعني صحيح لابد منها صحيح بس اذا مباراه هادئه ما فيها شيء ما بتلاحظ في حماس ما بتلاحظ في الجمهور يتحمس ما, ما بتلاحظ ان في اعتراضات في اي قرارات الحكم فهذه تعتبر يعني جزء من اللعبه يعني ومثل ما قلت ان هي لعبه راقيه صحيح اللي يلعبونها بعد انا اقول لك راقي. راقي ان شاء الله وايضا من يحكم لهم اكيد راح يكون راقي لان هم رش... كلهم لعيبه يعني اللي حكموا كانوا لعيبه كانوا مدربين كانوا صحيح, كانوا كان. صحيح. اللي... يعني انا جرني لح... جريتني لهذا السؤال الامانه هل الجماهير ممكن هي تاثر على الحكم في الاهاجيز او في في الحماس الكبير؟ هذا الشيء هو لازم ما يصير ما يصير لازم ما يصير، مم. يعني الحكم لازم ما يتأثر بأي عامل خارجي. جميل. لازم. مم. لكن يعني يمكن في حد في عدم من الحكام تلاقيه يتأثر في بطولة، في بطولة معينة ولا كذا، يمكن. إحنا ما نقدر نعمم هذا على الجميع يعني. صحيح. بس هو لازم ما يتأثر بأي عمل خارجي. لازم. لا من اللعيبة، لا من الجمهور، مم. لا من المدربين. هم يحاولون يأثرون لا. لكن الحكم لازم ما يتأثر من أي عامل خارجي. بالضبط يعني يمكن من اهم وافضل الحكام المشاركين في هذه الدوره، ويعني ما شاء الله اكيد قدموا شيء كبير يعني، شلون شايف مستوى التحكيم وشلون شايف يعني الاخطاء الاداريه في في المباريات اذا كان في اخطاء؟ والله لهذا اليوم نعم لهذا اليوم الحمد لله المباريات مشت نعم الحمد لله ب يعني بمستوى جيد جميل حتى بالتحكيم طول ما المباراه وصلت لبر النهاية نعم يعني وصلت انتهت المباراة والفريقين متحابين وسلموا على بعض وخلاص نعم معناته أن نحن نجحنا في إدارة المباراة جميل والحمد لله لين اليوم ما عندنا أي مشاكل والأشياء البسيطة اللي بتصير هاي بتصير في أي مباراة صحيح يعني مشادات والأمور هذه والاعتراضات بتصير في أي مباراة فمثل ما قلت لك هي يعني فاكهة اللعبة, اللعبة يعني فالحمد لله لين اليوم ما عندنا نعم أي يعني نحن أهم حاجة عندنا أن ما تصير في أخطاء نعم فنية أخطاء نعم تؤثر على سير المباراة أخطاء تؤثر على سير البطولة بحيث أنه يمكن يجي خطأ فني نعم يعملنا دربكة ونعيد مباراة بسبب خطأ فني صحيح هذا أهم شيء يعني ودي اوديك حق ما هي اكثر مباراه في هذه الدوره امتعتك يعني في مستواها الفني والتحكم والله صرا يعني امانه انا 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 بالنسبه لي انا كمباراه الكويت وعمان كانت مباراه جميله حلو مع ان فيها شويه يعني مشادات لكن كانت صراحه مستواها الفني حلو جميل صراحه كمستوى فني نعم جميل نعم طيب يعني شنو فائده نظام الفيديو اللي هو التشالنج نظام الفيديو لا يخفيك ان الاتحاد الدولي عمل هذا النظام آه على يحد من بعض الاخطاء اللي يرتكبها الحكم. حلو. ترى الحكم بني ادم. اكيد. في النهايه راح يخطا. اكيد. اقلهم اخطاء يعتبر هو افضل حكم. الافضل حكم اللي هو عنده اقل اخطاء. صحيح. لكن في بعض الاشياء تس يعني يمكن يسهى عنها الحكم. وهذه بحكم ان في البطولات الدوليه صارت الكره سريعه. نعم. سريعه بشكل انه يمكن توصل سرعه الكره 120 كيلو في الساعه. ما شاء الله. فيمكن العين البصريه بعض الاحيان ما تل ما, ما تقدر تلقط الاشياء البسيطه حتى لو لمسه بسيطه في يعني في اصبع اللاعب. صحيح. ما تقدر تلمس ما تقدر تصيبها. صحيح. فنظام التشالنج هذا يعني ريحنا نعم. وريح حتى الفرق صحيح عشان ان الفريق ما يجي ينظلم في نقطه معينه فيطلب تشالنج يطلب التحدي وهو اسمه تحدي, نعم. تحدي صح عشان يقول لك انا كفريق اتحدى الحكم نعم اتحدى قرار الحكم ان انا ابرز لا 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 في دقه يعني ابرز إيه وهذه الحمد لله يعني عطت ناتج جيد حلو قلت شويه من الاحتجاجات والامور هذه كلها قلت كم مره يحق للمنافس اللجوء لطلب تقنيه الفيديو يعني؟ تقنيه الفيديو نظامه ان كل فريق للحق في اختيار في طلب طلبين في كل شوط. في كل شوط؟ لكل فريق؟ نعم طلبين. نعم. لكن اذا جاء الفريق مثلا وطلب تحدي نعم وطلع الفريق على هو الصح نعم يظل عنده طلبين. ها يعني مثلا الفريق بالشوط الاول مثلا فريق الكويت مثلا في الشوط الاول طلب, طلب طلب مرتين لا طلب مره, مره, مره واحده هو على حق ممكن يجدد هذه المره ايوه ويظل عنده هذا الطلبين موجودين لاخر الشوط تمام يعني هذا النظام اعطاهم يعني نحن مو مثل القدم نعم. تعرف انت القدم هو الحكم اللي يطلب الفار صح لكن احنا في التشالنج اعطينا الحقية للفريق نفسه نعم من يدير هذه المنظومه هذه اللي هي التشالنج؟ التشالنج على نظام الاتحاد الدولي في يعني تعاقدات مع شركات معينه هم اللي متخصصين في اداره التشالنج لكن في حكم اسمه حكم تشالنج. حلو. يعني بالاضافه الى الحكم الاول نعم والحكم الثاني نعم زائد في حكم احتياط نعم زائد حكم التشالنج. ما شاء الله. يعني اربع حكام هم موجودين في اداره المباريات الدوليه. جميل هذا الحكم اللي يكون معاهم في التشالنج مع الشركه في التشالنج مع الشركه وقاعد معاهم ويشيك وهو اللي يدير الشركه يعني مش الشركه هي اللي تدير لا الحكم نفسه هو اللي يدير الـ هو, الـ الـ من يعت الـ الـ يعت هو من يعطي القرار هو من يعطي القرار هو يقول مثلا انا عاوز الزاويه الفلانيه والشاشه الفلانيه ايوه عشان هو يقرر نعم ويتواصل مع الحكم الاول ويعرضها على الشاشه جميل يعني ان شاء الله عد يعني ما تكون في مشاكل كثيره وما تكون في يعني شغلات احنا في الاخير يعني نحتاج الروح الذهبيه لكل اللاعبين اكيد صح وكل الاداريين وكل الفنيين أه لاحظت ان اجاباتك دبلوماسيه في اللي فاتت فانا بنفتح شويه ونعرف يعني اكثر الله يستر <applause> <applause> الله يحفظك يا رب يعني انا بعرف منك يعني اذا كان الاحتجاج من قبل اللاعب غير صحيح مسعقلنا قلنا اذا كان صحيح يعني يحق له ويتجدد هذا هذا في نظام التشالنج نعم. الـ بس الاحتجاج يختلف عن التشالنج انا نتكلم مثلا التشالنج هو يعني طلب ان انا اتاكد من الكره هذه نعم. لكن احتجاج الاحتجاج هذا غير نظام غير الاحتجاج يعني مثلا انا بي رئيس الشوط انا احتسبت نقطه نعم وجاء رئيس الشوط يستفسر عن هذه النقطه نعم يقول لي ليش انت حسبت مثلا هاي النقطه هالكذا يعني فانا انا لازم افسر نعم للاعب نعم وإذا فسرت للاعب وقلت له هذا الكلام م. واقتنع نعم خلاص أما إذا ما اقتنع أي؟ يعني هذا لإجراءات ثانية صحيح بس التشالنج يختلف التشالنج مثل ما قلت لك إذا طلب وطلع هو خطأ أيوة خسر طلب واحد من الطلبات أيوة. ماله فهي تعتبر اللي هي العقوبة اللي وإذا طلب الطلب الثاني خسر يعتبر هو انتهى من الطلبات نعم فما يقدر يطلب أي طلب صحيح نحن نتمنى ما في ولا لاعب يطلب أي طلب ونتمنى الحماس. بالعكس <applause> نحنا يعني نحن دائما ننبه الحكام. نعم. أنه إذا في أي استفسار من رئيس الشوط. نعم لا تمنعه. صحيح. تكلم وشرح له نعم أساس أنه هو نعم يقتنع. ويقنع الفريق اللي عنده. صحيح ويلعبون في اريحيه. صح اكيد <applause> <applause> يعني هذا جسمه كل الشكر لك الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك استمتعنا في وجودك وتحياتي لك ولكل اهل الامارات وتحياتي م. لكل اماراتي موجود معنا في الكويت نتمنى لكم طيب الاقامه وان شاء الله تكونوا مستمتعين ومرتاحين يا رب. مشكورين وما قصرتوا على الاستضافه ونحن طبعا مش غريبين نحن في بلدنا يعني. اكيد ما الله في شك هذا ساعه مباركه. تسلم شكرا لك الله يحفظك ان شاء الله. الله. يسلم. احنا بنروح وياكم اعزائي المشاهدين حق هذا الفاصل ونشوف مخرجنا وين راح يودينا رجعنا يعني معكم اعزائي المشاهدين في هذه الاجواء الجميله الرياضيه ومستمرين معاكم في هذه البطوله وهذه الدوره المصاحبه لهذه الرياضه الخليجيه اللي تجمع ما شاء الله اكثر من 1700 لاعب ولاعبين واعلاميين طبعا بالعزيمه والاصرار كنا يعني سلاحين يعني ما شاء الله ما شاء الله اكيد في الكويت يعني لما نستقبل الدكاتره المتميزين اللي مهتمين في لعبه الصالات والشاطئيه يعطيك الصحه والعافيه. طبعا دكتورنا العزيز محمد ابو عباس عضو لجنه الصالات والشاطئيه يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك ان شاء الله ومشكور على هالمقدمه هذه الجميله أشكركم على هذه الاستضافه. الله يحفظك يا رب بشكل عام شون شفت مستوى البطوله والدوره يعني؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين ابارك لكم وبارك حق كل القياده السياسيه بالكويت وجميع اعضاء الاتحاد السابق وايضا الاتحاد الحالي وايضا اهني زملائي اللاعبين اللي هم اساس هذا الانجاز واعضاء اللجنه زملائي في اللجنه فرج الفراج او حتى يوسف الحداد او رئيس اللجنه عبد الحميد الكندري وهذا هذا العمل وهذا الانجاز ما الا من خلال عمل متواصل كان في منظومه رياضيه كامله من خلال الناحيه الاداريه او الفنيه او حتى اللاعبين في حصولنا على هذه الميداليه الذهبيه. نقول لكم الف الف مبروك. الله يبارك صراحه انجاز جميل. يعني يمكن عودونا كرة الصالات فريق كرة الصالات يعني للأمانة في إبداع في كرة في حركة في في رفعة في جول في حارس مرمى متميز في فريق في إعداد مبين عليكم الله يعطيكم الصحة <applause> والعافية ويقويكم يا رب وإن شاء الله عاد نتمنى منكم العالمية بإذن الله العالم. إن شاء الله يعني إحنا في الأساس إحنا بطال الخليج هذه المرة الرابعة لنا ما شاء الله. وإحنا دائما في نهائيات آسيا والحمد لله رب العالمين قبل فترة قبل ما تصير جائحة كورونا وأيضا الإيقاف الرياضي اللي كان عندنا إحنا كنا متأهلين إلى كأس العالم يعني احنا في النهايه تحت مظله الاتحاد الكويتي لكره القدم نعم. واحنا كنا حققنا اول فوز بتاريخ هذا الاتحاد على احد الفرق المنتخب المصري في كاس العالم فاحنا يبني انجاز غير مسبوق انه يكون انت عندك فوز في كاس العالم نعم لكن ان شاء الله الاستراتيجيه الموجوده عندنا إن, ان شاء الله راح نوصل فيها حق كاس العالم في التصفيات القادمه ان شاء الله باذن الله شلون اديتوا هذا الفريق المتميز احنا بصراحه يعني هذا الفريق من الناشئين الصالات عندنا نعم. تطور تطور كبير يعني يمكن آه عبد الرحمن آه الوادي او حتى عبد الرحمن الطويل او مسبحي او العوضي هؤلاء يعتبرون لاعبين خبره نعم. بالنسبه لنا حق منتخب الصالات وليس من الناشئين الصغار آه حاولنا بفترة السابقه القليله ان احنا نطعم هذا المنتخب في اكثر من لاعب يعتبرون من الناشئين نعم. تحتاج هذا التوازن دائما التوازن هذا مهم يكون بين لاعبين الخبره وايضا الطاقات الشبابيه الصغيره او السرعات آه اللي تعتبر فيهم عندهم قدرات عالية من اللياقة البدنية اللي تساعد فيها هذا المنتخب ليرتفع يرتفع في المستوى الفني فالحمد لله رب العالمين كان المستوى الفني وايد ممتاز وهذا الشيء كله انعكس علينا ان احنا نقدر ناخذ ذهبيه الحمد لله رب العالمين عسى الله يحفظكم يا رب ويقويكم ان شاء الله نشوف اكثر واكثر منكم المنتخب الكويتي ما شاء الله يعني في كره قدم الصالات لفت انظار الامانه يعني منذ بدايه المنافسه وش اللي ارتكز عليه يعني الازرق عشان يحقق مثل هذه الميداليه يعني الحمد لله رب العالمين انا ما قلت لك احنا هذه الـ الـ البطوله الرابعه اللي ناخذها في صحيح. الخليج صحيح يعني احنا مو, مو مو يعني هذا الانجاز وليد اللحظه، نعم. بالعكس احنا ابطال. نعم احنا سبقنا كل دول الخليج في هذه اللعبه، يعني احنا يمكن من اوائل الناس اللي برزنا في لعبه الصالات وانا يعني دائما اذكر هذه النقطه يعني دوره الروضان كان لها دور كبير جدا في تنميه هذه اللعبه ودخول لاعبين الموهوبين في لعبه الصالات وجلب المحترفين العالمين على مستوى عالي جدا انعكس كله ايجابي على هذه اللعبه والحمد لله رب العالمين تطورت بشكل كبير وسبقنا كل دول الخليج فيها عشان كذي احنا يعني عندنا اربع بطولات خليجيه وايضا كنا نوصل نهائيات اسيا وايضا الحمد لله رب العالمين كنا نوصل حق نهائيات كاس العالم ومثلنا تمثيل جدا ممتاز في كاس العالم لان عندنا هذا الاساس واحنا من الدول الاولى في الخليج اللي عندنا ناشئين وشباب فهذه المراحل الثلاثه هي اللي تطلع لك منتخب قوي ناهيك ان احنا في الكويت عندنا يعتبر اقوى دوري يعني من اقوى الدوريات في العالم ما شاء الله. يعني الدوري الكويتي من اقوى الفرق أه حضور جماهيري كبير أكيد. أه تشوف احسن المحترفين على مستوى العالم يلعبون عندنا هنا في الدوري أه ادارات الانديه مهتمه بهذه اللعبه وايضا الاجهزه الفنيه الموجوده نعم. تلقى اعلى المدربين العالميين يدربون عندنا في الانديه هنا في الدوري الكويتي ما شاء الله شلون شفت المستوى الفني للفرق الخليجيه اللي شاركتكم في هذه البطوله هذه الدوره المنافسه يعني المستويات كانت جيده اللي يعني آه لفت نظري المنتخب السعودي نعم. صراحه تطور بشكل ممتاز نعم. المنتخب السعودي كان يعني ما كنا متوقعين انه راح يكون بهذه الصوره يمكن يعني اكثر مباراه كانت بالنسبه لنا صعبه من الناحيه الفنيه نعم. هو مواجهتنا للمنتخب السعودي اللي قدرنا نفوز يعني في الثواني الاخيره نعم. مع هذا المنتخب لانه متطور بشكل جيد ولو تلاحظ ترى اغلب المنتخبات السعوديه يعني ان كان مثلا في كره القدم العشبيه او حتى كره القدم الشاطئيه او حتى الصالات في توجه كبير من الاتحاد السعودي لكره القدم أن يطور هذه المنتخبات فاحنا يمكن امس رجعنا من بطوله غرب اسيا الشاطئيه ايضا كانت مقامه في جازان في السعوديه المنتخب السعودي كان متطور جدا رغم انه حديث في هذه اللعبه فالاتحاد الاتحاد السعودي لكره القدم قاعد يحاول انه يطور هذه اللعبتين اللي هي الصالات والشاطئيه نعم. عنده بشكل كبير علشان يحقق الانجازات نفس ما قاعد يحققها منتخب الثيل بالنسبه حق الاتحاد السعودي جميل يمكن تعودنا ان في نهايه كل بطوله نشوف مثلا نجم في المباراه نعم. من الهجوم من الحارس من هذا بوجهه نظرك على السريع كذي منو النجم هذه الدوره هذه البطوله؟ يعني بصراحه انا ما اذكر نجم واحد لكن كان عندنا نجوم والله يعني ما شاء الله عليهم في عندنا الخبره مثل حمد حياة الوادي كانوا خبره في الملعب مسبحي نعم. وكان عندنا من الناشئين يعني بحراسه المرمى الثلاث حراس اللي كانوا يتواجدون في المباريات كانوا مبدعين آآ آآ العباسي يعني ما انسى اسم لكن الكثير الطويل نجوم كلهم كانوا نجوم دائما لعبه الصالات ما تعتمد على على لاعب واحد صحيح. في السابق كان في في فريق واحد يكون عنده لاعب مهاري وهو اللي يستخدم الناحيه المهاريه وكذا الحين لعبه الصالات بالتطور الحديث صارت لعبه جماعيه تعتمد على التمريرات تكتيك المدرب على الكرات الثابته هنا صار في تطور في الصالات فعشان في كذي هي منظومه متكامله وكل لاعبين المنتخب صراحه مع الجهاز الفني والجهاز الداري هم نجوم والله نجوم والجمهور نجوم بعد اللي حضروا الصراحه صحيح. يعني شلون شايف مستوى الحضور الجماهيري اللي حضر حق مباراه كره قدم الصراحه أه بصراحه شيء وايد مشرف وشيء وايد جميل وانا يعني اهنيهم على حضورهم لانه هم كانوا الداعم الاساسي م. لحصول المنتخب الكويتي لكره قدم الصالات على المركز الاول لكن في نقطه مهمه ترى احنا هذا 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 مو جديد علينا بالنسبه حق عالم الصالات احنا في الدوري الكويتي تشوف اي نهائي عندنا راح تشوف الصاله يعني مسكره بالكامل في الجماهير فاحنا جمهور الصالات عندنا متعطش لهذه اللعبه صحيح يتابع هذه اللعبه فما بالك انت لما يكون مثلا نهائي بين احد نادي احد الانديه مثلا الكبيره مثل نادي الكويت او مثلا نادي القادسيه او نادي العربي او حتى نادي كاظمه فما بالك لما يصير مثلا منتخب الكويت للصالات ف 100% هذا الجمهور راح يدعم هذه اللعبه اللي هو عودنا انه هو دائما يدعمها من خلال الدوري الكويتي. صحيح ما هي الاستراتيجيه يعني اللي اللي يتبعها الاتحاد في تطوير مستوى مثل هذه اللعبه واللاعبين بالانديه والمنتخبات لكره قدم الصالات؟ أه بصراحه يعني احنا دائما واضعين استراتيجيه ان هم يتطور هذا المستوى وان احنا ما نغيب عن نهائيات اسيا وايضا كاس العالم أه طبعا احنا حتى يمكن قبل اجتماعنا أه قبل ما تصير هذه البطوله كنا مجتمعين مع الجهاز الفني والاداري لكره قدم الصالات كلجنه للصالات والشاطئيه أه كنا نقول لهم احنا ما لنا أه غير المركز الاول جميل. و ودائما احنا نحاسب انه ما اخذنا المركز الاول ليش؟ لان صح. احنا نعتبر ابطال الخليج صحيح فيجب علينا ان احنا ما ننزل من هذا المركز صح فعشان كذي احنا وضعين استراتيجيه حاليه ان شاء الله مع الاتحاد الجديد اعضاء مجلس الاداره ان نوصل ان شاء الله كاس العالم ونرجع حق مكاننا الطبيعي، احنا مكاننا الطبيعي ان احنا ابطال الخليج وان احنا في نهاية اسيا وايضا نتاهل الى كاس العالم، فان شاء الله الاستراتيجيه القادمه في تطوير هذا المنتخب من خلال تقويه الدوري الكويتي وانعكاسات مخرجاته على المنتخب الكويتي وايضا المعسكرات التدريبيه الداخليه او الخارجيه علشان نوصل حق الهدف اللي هو الوصول حق كاس العالم. جميل دكتور يعني انا ودي اعرف منك اهميه الدورات الالعاب الرياضيه الخليجيه في تطوير مستوى لاعبين كره قدم الصالات المنافسه في بطولات الاقليميه والاسيويه. سؤال جميل الصراحه يعني دائما لما تلعب مع اقرانك في الخليج هذا يعطيك دافع ان انت تطور نفسك. صحيح ناهيك ان احنا كون ان احنا متطورين على الخليج في هذه اللعبه ممكن انت من خلال هذه البطولات والمنافسات الحقيقيه وليست الوديه انت ان تزج ممكن في اللاعبين الناشئين اللاعبين اللي توهم داشين عندنا في اللعبه يلعبون مباريات حقيقيه وليست وديه وهذا يخليهم يدشون في مود اللعبه وياخذون اكثر فرصتهم في هذه المباريات وهذا ينعكس عليهم ايجابي في كل المباريات الاقليميه او الدوليه او حتى المؤهله كأس العالم نعم دكتور من من المنتخبات كنت تعول عليه انه ممكن هو يجيب نتيجه يعني كبيره و خابت هذه التوقعات يعني أنا كنت أتوقع أن المنتخب البحريني نعم. أن هو يكون أقوى من كذي ويقدم مستوى أقوى أكثر من اللي هو قدمه نعم. كون إن إحنا قبل فترة قصيرة كنا في البطولة العربية في جمهورية مصر العربية و بحرين المنتخب البحريني وخسرنا من عنده. نعم. كان افضل من كذي، فتوقعت إن من ذيك الفتره تقريبا قبل آآ آآ سنه بالضبط يعني من هل من هاليوم يعني انا قبل شوي كنت قاعد اشوف الذكريات في الموبايل انه مثل اليوم كنا احنا في البطوله العربيه نعم. قبل سنه بالضبط، فكان المنتخب البحريني اقوى من كذي صراحه. نعم. فتوقعت انه خلال هذه السنه انه يتطور هذا المنتخب وانه يكون احد منافسين يعني شرساء عندنا في الخليج، لكن انا شفت ان المنتخب السعودي كان متطور اكثر منه وهو اللي صراحه اللي احرجنا في المباريات اللي اخذناها معاه في هذه البطوله. صحيح. يعني انا ودي اطمن الجماهير كره قدم الصالات الأمانة يعني بما انهم استمتعوا في هذه الذهبيه نعم. واستمتعوا في هذه البطوله واستمتعنا في التكنيك واللعبه هذه والحركات الجميله اللي نعم. قدموها لاعبينا عسى الله يحفظهم ويكثر من امثالهم. أه نطمنهم على موضوع ان لما نروح اسيويا هل راح يقدمون شيء ان شاء الله؟ يعني احنا هذا اللي قاعد نشتغل عليه حاليا من خلال تطوير لاعبيننا نعم. وزج بعض اللاعبين ال الناشئين معاهم عشان يعطونا باور وقوه اكثر وتنوع في اللعب لان البطولات الاسيويه او حتى آه كاس العالم آه مو نفس آه البطوله الخليجيه جميل. راح تكون اصعب بشكل اكبر وايد آه المنتخبات الاسيويه ان كان فيتنام او تايلند او او هذه الفرق آه على مستوى جدا عالي نعم. فهذا راح يكون صعب بالنسبه لنا فاحنا لازم نضع كاتحاد الكويت لكره القدم استراتيجيه لتطوير هذا المستوى يعني المستويات الخليجيه في جاب كبير بينها وبين المستويات الاسيويه او حتى العالميه جميل. فعشان كذي احنا ان شاء الله قاعد نعمل بهذه الخطه ان احنا نطور هذا المنتخب عشان نقدر نواجه الفرق المتطوره بشكل كبير جدا والعاليه من الناحيه الفنيه بالنسبه حق الفرق الاسيويه اساس احنا نحافظ على مراكزنا الاسيويه وحتى العالميه ان شاء الله. نتمنى ما ينزل عن الاول. ان شاء الله. ان شاء الله. الله. بنروح وياكم اعزائي المشاهدين حق هذا الفاصل راح نرجع نتواصل مع الدكتور محمد بن شعبي وهلي أزي كويت يا مجد فخار يا حق <applause> نجتك تقولي مجمع نزلنا معكم اعزائي المشاهدين في هذه الاجواء الرياضيه الخليجيه وهذا العرس الخليجي اللي في دولتنا الكويت الحبيبه وفي انضمام ما شاء الله اكثر من 1700 لاعب ولاعبه انضموا حق هذه البطوله وهذه الدوره الجميله في دولتنا الكويت ضيفنا العزيز الدكتور محمد بو عباس ما شاء الله عضو لجنه الصالات والشاطئيه بنتكلم عن الشاطئيه بس اخر شيء ايش <applause> رايك؟ الله يحفظك يعني بنروح حق يعني شلون شلون شايف بشان قاعده اللي 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 الناشئين هل في ناشئين بارزين هل تلمستوا بعض الناشئين حكرة القدم بالصالات أه شوف احنا عشان نكون صريحين مع بعض نعم. يعني احنا بالكويت هني ما نخلى من الموهبه نعم. سبحان الله احنا ممكن نكون في عندنا قصور في عده نواحي بالناحيه الرياضه الكويتيه بشكل كامل لكن تجد الموهبه موجوده بالشاب الكويتي. صحيح. ممكن في دول عندها ستاف اوروبي كامل، عندها دعم مالي، اقتصادي، منشات رياضيه، م. لكن الشاب الكويتي او اللاعب الكويتي باقل معايير للنجاح تلقاه يفوز على هذه المنتخبات. صحيح. احنا الموهبه موجوده عندنا في اللاعب. دور هني الانديه ان هي تدعم هؤلاء الناشئين. صحيح. ودائما انا دائما اقول حق الانديه او حتى حق مدراء الفرق اللي احنا دائما نجتمع وياهم ان هذا دور الانديه انا كمنتخب او كاتحاد انا لازم اشوف الناشئ عندك يلعب في النادي يبرز عشان انا اقدر اخذه صحيح آه اذا الانديه ما تعطي الفرص الكبيره حق هؤلاء اللاعبين يجب ان انا كنادي افكر في توازن اني انا احتاج لاعبين الخبرة او يجيبوا لي نتيجه عاليه ونتيجه ممتازه لكن يجب اني انا اسوي توازن لان هذا الفريق اذا كبر في السن وما كنت انا ما اعطي الفرصه لهؤلاء الشباب او الناشئين اللي يطلعوا لي من المراحل السنيه الصغيره انا هنا راح يجي وقت راح يطيح هذا الفريق والفريق الصغير ما راح يكون جاهز للمنافسات الحقيقيه فعشان كذي يجب على الانديه هذه ان هي تسوي هذا التوازن وانا اهم نادي الكويت صراحه اللي في عندنا في الصالات دائما يسوي هذا هذا الشيء عشان كذي تشوف اغلب الناشئين المميزين في عندنا في المنتخب من النادي الكويت فعشان كذي يجب ان يكون في فرصه اكبر للناشئين الشباب انهم يشاركون مع الفريق الاول عشان نعم. يتطورون اكثر واكثر. صحيح. أه الحلو انه في النادي لما يجهز الموضوع اكيد راح على الاقل على الاقل اللي بيطلع بلاعبين متميزين علشان انتم تستقطبونه كمنتخب كويتي كره قدم الصالات ويشارك هذا الفريق يعني اصبح النادي يجهز وانتم تعدون الطبخه وتنطبخ بشكل حلو صحيح. واخر شيء شو اسمه. جميل بعيدا عن الانجازات دكتور يعني تجهيزاتكم ما هو مستقبل كره قدم الصالات؟ الازرق الكويتي يعني انا اسمع احنا قاعد نحط استراتيجيه كامله نعم. إن احنا هدفنا ان احنا نوصل كاس العالم جميل. وايضا نؤدي اداء جيد ممكن احنا نتاهل الى ادوار متقدمه في كاس العالم لان هذا هدف مو بعيد علينا نعم. دائما من من الاستراتيجيات الجيده ان انت تضع هدف نعم. يكون واقعي جميل. وليس هدف بعيد او تحط له الخطه المدروسه بالامكانيات الموجوده احنا نعم. الامكانيات الموجوده عندنا من كاستاف فني او استاف اداري او حتى اللاعبين وهم اساس النجاح نعم. موجودين عندنا الحمد لله. وعندنا الحمد لله رب العالمين دوري قوي جدا وعندنا لاعبين موهوبين فاحنا يكون عندنا هذه معايير النجاح كلها موجوده فيجب علينا احنا نحط هدف ان احنا نوصل كاس العالم ان شاء الله نعم. ونوصل الى ادوار متقدمه كون ان عندنا هذه المعايير كلها يجب علينا احنا نحط خطه نعم. ممتازه ان احنا نوصل فيها حق المستوى المطلوب ان شاء الله جميل بنروح حق هذه اللعبة الكبيره والجميله الشاطئيه نعم بطوله قرب اسيا كانت في السعوديه صحيح وين كانت كانت في جازان وشون وضع البطوله كانت صراحه بطوله جدا ممتازه يعني انا اهني المملكه على الاستضافه هذه الجميله كانت البطولة يعني جميلة في كل معاييرها، منافسة كبيرة كانت في كل بين كل الفرق وكل المنتخبات اللي كانت موجودة في هذه البطولة، نعم. والحمد لله رب العالمين احنا يمكن منتخب الشاطئية كنا من اصغر الاعمار في هذه البطولة، نعم. منتخب جديد يمكن 80% من اللاعبين كانت المباريات الأولى بالنسبة لهم الدولية، أدينا أداء جيد وكانت المنافسات ممتازة لنا وانعكست على المنتخب هذا في الخبرات اللي احنا نحتاجها كمنافسات حقيقيه للاعبين ونوعد الجماهير الكويتيه ان بالفتره القادمه ان شاء الله راح تشوفون هذا المنتخب الصغير في السن راح يكون متطور اكثر وراح يحقق البطولات في الشاطئيه نفس ما حقق منتخب الصالات النسائيه وايضا الشباب الانجازات الجيده وانا اهني صراحه كل القائمين على منتخب الصالات بالنسبه حق النسائيه حصولهم على الفضيه بالنسبه حق البطوله الخليجيه وهذه الخطوه الاولى <applause> وانا اعتقد ان هذا المنتخب بقياده الاختفاء مع حياه عضو مجلس الاداره عندنا في الاتحاد الكويتي لكره الكويت القدم وكل الستاف الفني والاداري القائم على هذا المنتخب بهذا العمل الممتاز ووجود هذه المعايير اللي تحث المنتخب هذا انه يوصل ان شاء الله الى البطولات راح نحصل ان شاء الله ذهب في البضاعة القادمه. ان شاء الله أعطيك الله يعطيك الصحه والعافيه دكتور وسعدت في وجودك معنا في هذا الاستديو المصاحب لهذه الدوره الجميله وتحياتي لاخت محيات حياه الامانه جهد واضح صحيح. وكبير وتحياتي لكل من يعمل في هذه اللجنه الاولمبيه وشكرا على ما قدمتوه ونتمنى منكم الاكثر والاكثر باذن الله منكم ومن فريق السيدات ان شاء الله. الله يسلمك ان شاء الله مشكورين على هذا الاستضافه. الله يحفظك يا رب يعني شكرا من قلب وعسى الله يوفقكم يا رب. احنا بكذي اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام هذا الاستديو الجميل بنروح حق هذا التقرير وبعدها راح ننتقل معاكم الى استديوهات القناه الرياضيه في تلفزيون دوله الكويت. انطلقت اليوم منافسات اليوم الثالث من بطولة تنس الطاولة ضمن الألعاب الأولمبية الخليجية الثالثة بمنطقة جابر الأحمد وفي مقر اللجنة الأولمبية الرئيسية بمشاركة عدد من المنتخبات الخليجية في لعبة تنس الطاولة للفردي وتوج المنتخب السعودي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في هذه البطولة بمشاركة خمسة من لاعبيه وحل في المركز الثاني المنتخب القطري وحصل على الفضيه وفاز المنتخب البحريني على غريمه الاماراتي ليحصل المنتخب البحريني على البرونزيه في المركز الثالث كما اظهرت هذه البطوله تالقا وتميزا من جميع المنتخبات في لعبه تنس الطاوله بمن فيهم لاعبي المنتخب الكويتي الذي لم يحالفه الحظ. والله بصراحة يعني البطولة المنافسة فيها من أحسن ما يكون يعني كانت جميع المباريات قوية ما كانت في مباراة يعني تقدر ان تكون تقدر تقول عنها سهلة جميع المنافسات كانت شرسة حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نقاتل على الذهبية لكن ما استطعنا وحققنا البرونزية والحمد لله على كل حال وبصراحة التنظيم هنا في الكويت تنظيم جدا روعة نشكر القائمين على التنظيم وبصراحة بطولة قمة في الروعه، تجهيزاتنا يعني كانت في البدايه مقتصره على مملكه البحرين، كنا نتمرن فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه مع المدربين في صاله الاتحاد وكره الطاوله في البحرين، وقبل البطوله باسبوعين عسكرنا في اسبانيا، وكان معسكر جدا ممتاز، والحمد لله ان احنا طلعنا بالبرونزيه وان شاء الله القادم افضل. بصراحه البطوله اولمبياد دول الخليج الثالثه بصراحه بطوله جدا ممتازه. اشكر دولة الكويت على قيامهم بهال الإجراءات اللي يسوونها من استقبالنا في المطار، الإجراءات اللي سووها في الفندق بصراحة مفخرة لنا. المنافسة بصراحة جدا ممتازة بين اخواننا أبطال السعودية وقطر والكويت، الحمد لله بعد فترة طويلة نرجع لهال البطولة ونشوف اخواننا فالحمد لله وأهم شي عندنا الجمعة الطيبة هذه طبعا نحن بعد توقف سنتين بسبب كورونا كنا ناخذ معسكرات داخلية عندنا في الدولة نتجهز للبطولات اللي نفسها هذه اللي على المستوى المحلي أو على المستوى الخليجي أو العربي أو حتى الدولي كنا يعني ناخذ أسبوعين ثلاثة أسابيع نروح نتفرغ للمعسكرات هذه. في البدايه اتقدم بخالص الشكر والتقدير لدوله الكويت الشقيقه على احتضانها لدوره الالعاب الخليجيه المجمعه الثالثه اللي طبعا كلنا مشتاقين عقب هالفتره الطويله اللي مرت علينا طبعا الشكر والتقدير لما شفناه من حفا وهو لما شفناه من تنظيم حقيقة لهذه الدورة ونعرض عن الاعتزاز الكبير أن هذه الدورة تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح وهذه علامة يعني بارزة في نجاحها من البداية أن تحت الرعاية السامية يعني يمكن بعد من الاشياء اللي تميز هذه الدوره ان هي الدوره اللي لاول مره تجمع العنصر النسائي والعنصر الرجالي فهذه يعني امر يعني محسوب وتاريخي ونشكر المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الاولمبيه والجهود المبذوله واليوم وصلنا الى هذا التجمع الرجالي والنسائي واللي يتوافق مع المواثيق الدوليه وايضا توجه اللجنه الاولمبيه الدوليه والمنظمات الاقليميه واعتقد راح يكون وينعكس بشكل ايجابي جدا على رياضه المراه لان بالفعل تحس انها مع الرجل في هذه المحافل طبعا الحمد لله آه الله وفقنا بهذه البطوله واخذنا المركز الاول في بطولة الفرق طبعا كانت منافسه قويه من جميع المنتخبات الخليجيه ويمكن الكل شاف يعني مع منتخب قطر صراحه كانت مباراه يعني آه قريبه مره يعني ان قطر تفوز او احنا نكسب فالمستوى كان مره غريب طبعا الحمد لله ان استعدينا لهذه البطوله يعني تقريبا قبل شهرين ومن قبل شهرين احنا اصلا في الموسم في السعوديه الدوري شغال وبطوله النخبه فالحمد لله ان الله وفقنا طبعا تعرضت لاصابه قبل ثلاث شهور هي في الركبه ولكن الحمد لله يعني مع التاهيل والعلاجات اللي يعني قدرت اوقف مع زملائي اللاعبين واخدمهم في هذه البطوله والحمد لله الله وفقني فيها. اشكر كل من قاف على هذه البطوله وتنظيمها فاشكر دوله الكويت على هذا. عدنا معاكم من جديد اعزائي المشاهدين متابعي القناه الرياضيه في تلفزيون دوله الكويت ومن هذا الاستديو المصاحب لدوره الالعاب الخليجيه الثالثه ونعود معكم ان شاء الله بضيوفنا اللي دائما ينورون ويشرفون ويقدمون لنا نكهه جميله بمشاركتهم وملاحظتهم يعني باسم وسمكم اعزائي المشاهدين رحب بضيفنا العزيز الاستاذ عبد العزيز احمد معرفي او المعرفي مدير تحرير جريده الشرق القطريه حي الله منيان ونور مكاننا. الله يحييك ويسلمك اخوي عبد الله ارحب فيك وفي مشاهدي القناه الرياضيه. تلفزيون الكويت تلفزيون العريق والكبير الله واللي يشرفنا كلنا دائما الشرف لنا وجودك عسى الله يحفظك ويسعدك يا رب في البدايه أهل. يعني بالروح يعني ما شاء الله شدت يعني فرق يعني الفرق المشاركه والمدعوون في الكويت في هذه الاحتفاليه الجميله اللي كانت في ارينا والاحتفالات بشكل عام في الكويت يعني ما شاء الله افتتاح الدوره الخليجيه شلون شايف انطباعك عن الفرق واللجان الاعلاميه الخليجيه اللي شاركت معنا هذه البطوله وهذه الدوره؟ نتكلم اول شيء اخوي عبد الله عن الافتتاح. نعم تفضل. افتتاح بامانه كان افتتاح مثالي. نعم. افتتاح احنا نقول مثل في الخليج دائما نقول كلمه افتتاح سمبل يعني افتتاح راقي. حلو. واول شيء اللي يمكن اشادت كل الوفود ان الافتتاح ما كان طويل تعرف احيانا بعض حفلات الافتتاح لما تكون طويله نعم. المشاهد او اللي متواجد في الحفل يحس بالملل يحس بالضجر صحيح. لكن الافتتاح كان قصير نعم. وصل رساله جدا مهمه عن تلاحم الخليج عن محبه الخليجيين حق بعض نعم. من خلال الاوبريتات الدول الست صحيح بامانه حسينا احنا ايضا المكان كان المكان جدا جدا مميز نعم. واللجنه المنظمه احسنت في اختيار هذا المكان في صالة جميلة، صالة منظمة نعم حسينا كلنا ان امام افتتاح غير مسبوق لا. افتتاح بطولة كبيرة لكن افتتاح غير مسبوق لا. من خلال التواجد من خلال حتى قسم الدورة كان طلع بشكل جميل لا. جميع عناصر اللعبة كانوا موجودين في هذا القسم مثلهم واحد من كل مثلا من الحكام من اللعيبة من الإداريين، بالإضافة إلى ايش؟ أن القسم كان يتردد من قبل الرياضيين اللي موجودين على المدرجات فهذه فكره جدا جميله الفكره الافتتاح جدا غير مسبوقه افتتاح جميل خفيف كان مريح جدا جدا لجميع من شاركوا جميع من حضروا بامانه كانت هناك اشاده كبيره من ك... وهذه مش مجامله لكن هذه يمكن اي واحد يشوفني الحين على الهواء وكان متواجد بأكد بياكد على الكلام اللي انا اقوله افتتاح قلت لك غير مسبوق افتتاح نتمنى ان يكون يعني يتحدى فيه العديد من الدول بان الفتح يكون قصير يوصل الرساله اللي مطلوبه منه بالضبط الله يعطيك الصحه والعافيه ونتمنى لكم طيب الاقامه في الكويت وان شاء الله تكون كل من حضر هذا الحفل استمتع مثل ما احنا استمتعنا من خلال شاشه تلفزيون دوله الكويت في مشاهده هذه الاحتفاليه وهذا العرس الخليجي اللي تواجد في هذه الحفله وفي هذه الدوره اللي اليوم في الكويت شوف احنا في في قطر لما نقول مثلا رايحين اي دوله خليجيه ما نقول مسافرين مم. نقول احنا رايحين الكويت او رايحين السعوديه رايحين عمان او الامارات او البحرين واحنا ما ما نقول مسافرين يعني احنا من بلاد لبلاد او من غرفه لغرفه مثل ما أو من بالضبط. بيت لبيت بالضبط في بالضبط. بلاد واحده هذه بلادنا بالضبط. ونجاح نجاح أكيد. البطوله هو نجاح لنا احنا كلنا اكيد احنا يعني آه الله يذكره بالخير الشيخ فهد صباح فهد ناصر صباح الاحمد نعم. الصباح يعني رئيس اللجنه الاولمبيه قال روحنا ذهبيه وانتم وجودكم ذهب لنا في الكويت عسى الله يحفظك الله, الله يحفظك يعني بوديك يعني مثل هذه الدورات تسقل المواهب وتعتبر فرصه جيده لابناء الخليج يعني للتدريب والاحتكاك شلون شايفه المستوى مستوى الدوره مستوى اللاعبين في احتكاكهم مع بعض في هذه اللعبات الجميله في هذه الدوره المتميزه شوف من من اسباب نجاح البطولات انه في البدايه انه كل يوم يمر على الثاني تحس بالاهتمام زاد. صحيح. وهذا اللي قاعدين نحس فيه يمكن في بدايه البطوله الناس ما كانوا وايد مثلا مهتمين. ولا متشجعين صحيح. ولا متشجعين، لكن مع استمرار البطولات والمنافسات نشوف حتى جماهيريا حتى نعم من دول الخليج. نعم صارت في هناك متابعات كبيره من عبر شاشات التلفزيون. بالضبط. في الملاعب احنا قاعدين نشوف عدد الجماهير قاعد يزيد نعم. تتوافد بشكل اكبر. صحيح. بالعكس انا اشوف البطولات هذه فرصة كبيرة نعم. للعديد من الدول م. للاحتكاك حتى الفرق الجديدة ولعيبة الشباب اللي عندهم لما نعم. تدخلهم في البطولات هذه يستفيدون من صحيح. تجارب غيرهم صحيح البطولات هذه دائما اغلبيتها تعتمد على الاثنين تعتمد على الخبرة والشباب نعم فالكثير من الفرق لما تشارك بفرق الشباب تعد فرقها مثلا لبطولات اقليميه لبطولات دوليه من خلال البطولات هذه تكتشف اسماء جديده مثلا تكون خلال سنوات معدوده نشوفهم نجوم على الساحه الاسيويه على الساحه الدوليه فان شاء الله باذن الله البطوله هذه لها فايده كبيره ان شاء الله تعم على المنتخبات المشاركه كلها وعلى جميع الالعاب المشاركه 16 لعبه ان شاء الله باذن الله احنا نتمنى ما تتمنون وان شاء الله الكل يستفيد رياضيا نعم. اعلاميا آه، اداريا فنيا نعم. الكل يستفيد ويستمتع في دوله الكويت وهذه ديراتكم وديرات اخواننا الخليجيين الله, الله. يحفظكم في جدول المبار... يعني الميداليات هل ترى ان الفرق المشاركه حري... الفرق المشاركه حريصه على حصد الذهب وشنو ابرز المفاجات اللي شفتها؟ شوف انا وجهه نظري مو كل الالعاب جايه للذهب. نعم في فرق جايه تعد او في اتحادات جايه تعد فرقها لبطولات مثلا اكبر او ان عندها فرق شابه تبي تدخلها في البطولات هذه عشان تكتسب مزيد من الخبره من الاحتكاك. اوكي من مواجهه الفرق الثانيه لا لكن في اتحادات ايضا تهدف للذهب نعم تهدف للفضه مثلا صحيح على حسب المستوى وعلى حسب التارجت اللي عندهم اكيد آه المفاجات انا اشوف ان مكانة السعوديه في البطوله هذه هي المفاجاه الوحيده انها الى الان اعتقد في المركز الاخير نعم يمكن هناك راح تصير تغييرات خلال الايام القادمه صحيح خلال الايام الخمسه القادمه نعم لكن انا اشوفها هي المفاجاه الوحيده ويمكن الاخوان في المملكه العربيه السعوديه ايضا شاركوا بمجموعه من اللعيب الشباب نعم بهدف اكسابهم مزيد من الخبره من الاحتكاك نعم وشافوه انه فرصه كبيره لهم صحيح من خلال هذه البطوله 16 لعبه انت تشاركهم في خلال فتره وجيزه في خلال أيام معدودة نعم. ممكن تكون فرصة كبيرة لهم لمزيد من الاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرة وهي اللي انتبهنا لهم إن شاء الله خلال المشوار القادم أنا أشوف المفاجأة الوحيدة يمكن نعم. آه هذه يعني لكن المفاجأة ثانية الكويت طبعا آه مستضيفة البطولة ومتصدرة وهي أنا أتوقع كان ممكن شيء متوقع يعني نعم. آه بالنسبة لنا لو حق قطر احنا كان عندنا هدف ان احنا نكسر حاجز عدد الميداليات الذهبيه لا. اللي في البطوله الاخيره لا. وكسرناه ولله الحمد وعندنا امامنا مزيد من المسابقات والبطولات اللي ممكن نحقق فيه ميداليات ذهبيه اولها الطائره ان شاء الله، ايضا عندك البادل باذن الله. نعم. يعني آه البادل داخلين قوة ان شاء الله. لا البادل ان شاء الله ان شاء الله ذهبيه. نسمع شاء الله اخبار طيبه ان شاء الله، عسى الله, الله يحفظكم يا رب. الله يرحم والديك. ويوفقكم ان شاء الله. أه يعني هل الدوره برزت لنا بطل من ذهب أه ممكن ان يعني هذا يعني نواجه فيه؟ ويعني ونعمل على يعني استحقاقات دوليه مقبله يعني فيه. شوف انا قلت لك اياها آه ان كل المنتخبات داشه اكيد هناك اي اكيد هناك في مجموعه نعم منهم تحاول تكتسب في بعض اللعبات مزيد من الخبره مزيد من الاحتكاك نعم آه ف اكيد هناك عندهم لعيبه حاطين انا بالنسبه لي في السباحه هو المكسب بالنسبه للمنتخب القطري لاعب السباحه عبد العزيز العبيدلي طلع بشكل جيد هو اخذ عنده الذهبيه وعنده فضيه الفرق ما شاء الله فانا اشوف ان هذا مكسب مكاسب الرياضه القطريه في البطوله هذه ما في شك احنا يعني مكسبنا وجودكم عسى الله يحفظكم الله يرحم والديك ووالديك الجنه ان شاء الله ويعني وجود الخليجيين اللي متواجدين معنا في 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 هذا المحفل الرياضي الجميل والأرس الرياضي في دوله الكويت. بالنسبه لقطر حبيبة كيف تغيب المشاركه القطريه؟ يعني ما ابي دبلوماسي لا لا بالعكس إيه؟ انا قلت لك كان في هدف للجنه الاولمبيه اوكي ان هي تكسر الحاجز, الحاجز الـ نعم حاجز ال 11 ذهبيه اللي حققته في الدورة الأخيرة فالحين قلت لك عندنا 12 ذهبية نعم في أمامنا أيضا متسع من البطولات أن احنا نسجل ذهبيات زيادة يعني الطائرة احنا متصدرين الحين نعم البادل احنا متوقعين إن شاء الله بإذن الله الشباب يحرزون لنا الذهبية إن شاء الله من خلال البطولتين هذا ممكن أنا أقول لك يعني نوصل ل 14 15 ذهبيه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله راح نسولف اكثر واكثر بس استأذنك نروح حق هذا الفاصل تفضل نروح وياكم اعزائي المشاهدين حق هذا الفاصل وراح نرجع نسولف ويا ضيفنا العزيز اللي منورنا عبد العزيز احمد المعرفي فعلا اهلا باهل الدوحه حيالله من يانا ونور مكاننا يعني دائما لما نتكلم ونستذكر قطر الحبيبه نستذكر الاعمال الفنيه الجميله نتذكر السليطي قانم السليطي نتذكر الفنانين الكبار ونتذكر ايضا المطربين المتميزين اللي تغنوا الاغاني الجميله سواء اغنيه رياضية او اغنيه وطنيه نتذكر علي عبد الستار ما في شك يعني الاغنيه القطريه اللي كانت تو في هذا الاحتفاليه اللي كانت في الافتتاحيه تكلمت عن قطر وجوه قطر و, و... وجهودكم الشرف لنا اللي اللي يعني الله يحفظك في النهايه اكيد ما في شك يعني انتم طلعتوا من بيت دخلتوا بيت الجار على قوتهم نعم. وبيت بيت اخوكم يعني نعم. اسال الله يحفظكم شلون شايف المستوى الأقاني بالذات انه اختاروا اللجنه الاداريه اللي في هذه اللجنه الافتتاحيه اختارت كل مطرب يغني عن دوله معينه نعم. اول شيء انا يمكن في الفاصل نعم قلت لك البريت هذا ذكرنا بخليجي عشرة الله الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة الشهيد فهد الأحمد الله يرحمه ويرحمه ذيك البطولة تذكرنا كل كانت عبد الله رويشد وعبد الكريم عبد الغادر نعم على ما أنا أذكر كل واحد فيهم غنى عن دولة من دول الخليج كان أبريد جميل رائع لا الحين تذكره فلما شفت أنا لما كنت في حفل الافتتاح نعم. وشفت تذكرت خليجي عشرة وتذكرت وقتها آه الأغاني الجميلة اللي كانت آه موجودة في ذاك البريت، هذه بشكل مصغر رجعتنا لذكريات ذيك آه السنين الجميلة يعني. فالحفل بأمانة كان جدا جميل مثل ما قلت لك أنا. آه آه مثل ما قلت لك رجعنا لذيك الأيام في الوقت نفسه وصل رسالة جميلة. والحلو فيه مثل ما تفضلت من شوي انه هو مدته قصيره مدته قصيره حتى حتى كل اغنيه عن دوله يعني آه مدتها بس بسيطه وصلت رساله جميله للي موجودين اوكي بالاضافه الى الفيديو اللي كان يشتغل عن الدوله وعن الانجازات الرياضيه يعني آه ركزت في, في البطوله نفسها في 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 التظاهره الرياضيه هذه نعم. لا احنا قاعدين نتكلم عن انجازات نتكلم نعم. عن الرياضة صح. فالفيديو او الفيلم اللي يستعرض كل دوله يستعرض انجازاتها الرياضيه نعم هذه بامانه كان توفقوا فيها الاخوان في اللجنه المنظمه كفكره وحتى الخلفيه خلفيه الفيديو كانت جدا مميزه يعني الله يعطيهم الصحه والعافيه ويقويهم يا رب يعني ما شاء الله حتى الفنانين اللي تغنوا هذه غنوا مجرد مذهبين وكبلهين أكيد فيعني يعني يعني, يعني قدموا وصل وصلوا رساله وصلوا رساله هناك رساله وصلوها وحتى ترى المشاهدين اتوقع اللي ما كانوا موجودين بالحفل، المشاهدين اللي في خلف التلفزيون شاشات التلفزيونيه يعني كانت خفيفه وحلوه عليهم يعني مدتها نص استمتع ساعه. استمتعوا فيها اخوي عبد الله يعني احنا قلت لك احنا واحنا موجودين الكل كان مستمتع وما عندك وقت فراغ، يعني ما في وقت انك تفكر في شيء حتى لو في شيء في بالك، ما عندك وقت انك تفكر فيه من حفل يمكن الشيء الوحي الوحيد اللي تذكرناه خليجي عشره. أه هذا الشيء الوحيد اللي تذكرناه لان رجع عشان تكلم عن كل دوله بشكل جميل مثل اللي احنا شفناه في افتتاح الالعاب الخليجيه. الله يسعدك يا رب يعني شنو اكثر اللعبات اللي راح تعول عليها وتوقع تجيب نتائج اتفقنا البادل شنو في غيرها في لا الايام القادمه؟ يمكن, يمكن شوف اللعبات اللي كنا نقول عليها قدمت اللي عليها اللي العاب القوه السباحه نعم ايضا الطائره احنا من الايام القادمه ان شاء الله باذن الله الطائره يفرحونا اليوم نعم. بالفوز الرابع لاخواننا في البحرين نعم وح يعني يقتربون اكثر واكثر ان شاء الله من الذهب نعم البادل باذن الله الذهب الذهبي في قطر باذن الله وانا الله. ما انا ما ابي هالكلام اذا الاخوان في البادل يشوفون يكون ضغط نفسي عليهم او شيء نعم لكن ان شاء الله احنا يعني جدا متفائلين فيهم عاده اللاعبين يخافون من الكلام الكبير هذا يعني أحس الله ما قدها ان شاء الله ان شاء الله, إن الله, إن شاء الله يا رب آه يعني بين يعني فتره والثانيه يتم اعتماد لعبه جديده في مثل هذه الدوره مثلا تم اعتماد لعبه البادل والالعاب الالكترونيه شلون شايف تاثيرها على الشباب الخليجي شوف انا في شيء ثاني نعم. تم اعتماده إيه مش عن الالعاب الالكترونيه والبادل طبعا البادل استوت لعبه شعبيه في دول الخليج بشكل عام نعم. يعني احنا في قطر نعم. ما شاء الله يمكن انا اتوقع أن تنافس كره القدم لعبه البادل إيه في كل مكان في كل منطقه في كل فريق تلقى ملاعب البادل منتشره وعليها ضغط خلال اليوم كله يعني اللعبه هذه انتشرت بامانه والفضل يرجع احنا في الدوحه نقول لهم عيال سعدون عيال سعدون بن الرحمه الكواري نعم. اللي هم عبد العزيز سعدون وأخوه محمد سعدون المذيع نعم. فهم لهم بامانه يمكن الفضل الاكبر في انتشار هذه اللعبه اللي جابها عبد العزيز اول شيء نعم وطور منها واجر بعض الاماكن والمساحات لاقامه فعاليات هذه البطوله نعم فهذه يعني يعني بصراحه تسجل لهم يعني يعطيهم الف عافيه وبعدها طبعا صار الدعم الكبير من الاتحاد ومن اللجنه الاولمبيه نعم. والوزاره لهذه اللعبه هذا الشيء الاول انا بالنسبه لي مشاركه الفتيات في البطولة هذه كاول مشاركة لهم نعم هذه ايضا انجاز كبير لان احنا منتخباتنا النسائية بحاجة لمزيد والمزيد من العمل عشان نقدر نوصل فيهم للقارية اول شيء نعم. وبعدها للعالمية نعم. نتكلم خاصة لعبات كرة اليد، السلة، الطائرة، آه, الطاولة، يعني الالعاب بشكل عام نعم لازم محتاجين للبطولات هذه عشان تصقلهم زيادة، تزيد من خبرتهم تزيد من حتى ان تكون في فوكس عليهم. صحيح. يعني لازم لما اللاعبه او الرياضيه تحس باهتمام ناحيتها راح تقدم افضل وافضل. نعم. لما توفر لها العدد من البطولات وكم من البطولات هذه اكيد راح تجتهد وراح تلعب وراح تقدم كل ما في وسعها. نعم. وانا اعتقد بان من القرارات المشهود لها في البطوله هذه هو قرار مشاركه النساء او الفتيات. في اللعبات الرياضيه. صحيح دائما ينورونا ويشرفونا اخواننا اخواتنا السيدات والبنات وبنياتنا بنيات الكويت وقطر والسعوديه وعمان والبحرين. ايضا الالعاب الالكترونيه كان لها دور كبير في هذه البطوله وهذه الدوره. نعم شلون أه شايف هذا الجانب؟ هي مثل ما قلت لك هي انا يمكن الالعاب الالكترونيه هذه من يوم احنا صغرنا نلعب فيها تطورت نوعيه الالعاب هذه. نعم انا مثل ما قلت لك البدل والالعاب الالكترونيه. نعم اوكي انت تشارك وانا بالنسبه لي انا بالنسبه اتكلم كراي شخصي نعم. بان مشاركه الفتيات إيه هي يمكن من الظواهر البارزه في هذه البطوله نعم. نعم. لكن بالنسبه للالعاب لا الالعاب حتى في الاولمبياد كل فتره او كل بطوله او بطولتين تشوف في العاب صارت تضاف للالعاب الاولمبيه اللي معروفه نعم. آه يعني اليوم ما شاء الله دول الخليج قادرة على استضافة البطولات والدورات العالمية منها يعني كأس العالم في قطر الحبيبة. آه شلون شايف تأثير ذلك على يعني نقول آه الإقليم بشكل عام؟ شوف آه قطر أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم. نعم. ومثل ما تفضل سيدي سمو امير البلاد المفدى سيدي سمو الامير الوالد في كذا مناسبه بان هذه بطوله كل العرب نعم وهي بامانه بطوله كل العرب نعم. لان انت لما السياح او الزائرين او الجماهير نعم. اللي راح تتواجد في قطر نعم. راح تتعرف على ثقافه دول الخليج ما راح تتعرف على ثقافه صحيح. بس قطر صحيح تعرف على ثقافتها على عاداتنا على تقاليدنا على الكرم اللي مشهود في الدول دول الخليج والدول العربيه تعرف على الصناعات اللي عندنا تعرف على البنيه التحتيه فالامور هذه كلها راح تصب في مصلحه دول الخليج والدول العربيه ودول الشرق الاوسط يعني بالتحديد فانا اشوفها ان بالعكس هي مكسب خاصه ان قطر لما تفرض نفسها على دول العالم وتاخذ شرف استضافة بطولة مثل بطولة كاس العالم نعم. فهذه إنجاز يحسب لكل منطقة الخليج أكيد. والدول العربية بالكامل أكيد فإحنا مثل يعني إحنا ذكر روسيا نعم. روسيا قبل كاس العالم 2018 نعم. سياحيا كانت ما حد يدري عنها صحيح بعد استفادت من كاس العالم نعم. استفادت من هالبطولة واستضافة البطولة فان الانظار اتجهت كلها لروسيا فالحين العديد من العوائل الخليجيه والعوائل العربيه وعلى نطاق واسع من العالم يتجهون لروسيا للسياحه لان شافوا انها هي بلد سياحيه ما كانت معروفه لجميع الكثير من الدول. صحيح. فانا اشوف انها فرصه جدا جدا جيده لنا وان شاء الله احنا في دول الخليج كلنا راح نستفيد من الفرصه هذه. اكيد. وراح نعكس انظار العالم كلها ان شاء الله على دول الخليج. بالضبط. وتكون دول الخليج ان شاء الله وجهه سياحيه نعم. للعديد من دول العالم والعديد من سكان العالم وقارات العالم المختلفه. نعم. يعني انا ودي اروح معك على الكلمه الاخيره ولكن هل شيء تقدر تقول لنا عنه مفاجاه تكون في كاس العالم ان شاء الله؟ وديتك بعيد وايد لا قريب باقي خمس شهور ست شهور شهور يعني انا انا اتمنى بامانه ان شاء الله باذن باذن الله قطر من اليوم تقدر تنظم كاس العالم صحيح الملاعب جاهزه البنيه التحتيه جاهزه من مترو من شوارع من الفنادق من عدد الغرف احنا وصلت تقريبا 130 ألف غرفه فندقيه نعم ما شاء الله آه خلال الفتره هذه قطر انا قلت لك اياها من بكره تقدر تنظم كاس العالم ما شاء الله ما شاء بالنسبه للتنظيم انا اقول لكم ان شاء الله باذن الله بان بشرب بالخير يا اهل الخليج يا العرب بان قطر ان شاء الله راح تنظم بطوله راح تكون فخر لكل العرب من كف. من ناحيه التنظيم ايضا بالنسبه لمنتخبنا الوطني نعم. ان شاء الله باذن الله احنا نقدر نجتاز الدور الاول نعم. لان احنا عندنا تجارب كثيره انا ما اقول لك ان هذا شيء اكيد نعم. لكن لعبتنا احنا يعني خاضوا العديد من التجارب اتحاد نعم. كره القدم وفر لهم جميع الوسائل لتحقيق انجاز في كاس العالم جميل تحقيق نتائج طيبه تشرف الكره الخليجيه اكيد احنا ان شاء الله مع المنتخب السعودي راح نقدم ان شاء الله عروض جيده تشرف كرتنا الخليجيه ومعنا المنتخب المغربي والمنتخب التونسي الكره العربيه باذن الله فان شاء الله باذن الله يقدمون نتائج جيده لان من خلال وجود منتخبنا في كاس اسيا فاز بكاس امم اسيا لعب في الكوبا امريكا قدم نتائج جدا مميزه ومستويات مميزه جدا العام الماضي لعب في الجولدن كاب قدمنا وكنا على مستوى الحدث ووصلنا للدور قبل النهائي ما شاء الله. وخسرنا امام بطل الدوره اللي هو المنتخب الامريكي فقطر في الاستحقاقات الكبيره منتخب قطر يبين وان شاء الله راح يبين باذن الله تعالى في 2022 في مونديال قطر 2022 بحول الله باذن الله أتمنى لكم التوفيق وتحياتي لكل من عايش في دوله قطر الحبيبه وتحياتي لكل الاسر القطريه ويعني اهل الدوحه ما لنا غنى عنهم نسعد ونستمتع لما يكونوا موجودين معنا سواء في القطر ولا أنتوا في الكويت يعني يعني هذا هذا يعني هذا شيء يشرفنا ويسعدنا الله, الله يحفظك واحنا بامانه يعني ما نقول نحن نشكر لكم على هالضيافة لأن هاي شيء معروف أكيد وهالكويت الكويت هالكرم طول عمرهم الله يحفظ هالضيافة طول عمرهم لكن احنا مثل ما قلت لك احنا في بلادنا يعني احنا ما طلعنا من بلادنا وروح لبلاد ثانية لا أكيد. احنا في بلادنا الله يحب. بلاد واحدة وشاكرين لكم الاستضافة سواء ال... من أول ما وصلنا مطار الكويت والكل شاء لنا على راسه الله خير الله يحفظك هذا اقل واجب نقدمه لكم هاي شيء مو غريب عليكم يا اهلكم الله يحفظك يا رب هذا اقل واجب نقدمه لكم انتم اهلنا واخواننا وحبايبنا ونتمنى لكم طيب الاقامه ان شاء الله على مدار السنه مو بس تزورونا في هذه الفتره <تصفيق> وفتره ما قلت لك احنا من بيت لبيت الله يحفظك يا رب <applause> اذا اعزائي المشاهدين كل الشكر لضيفنا العزيز عبد العزيز احمد المعرفي مدير تحرير جريده الشرق القطريه تحياتي لك ولكل من يعمل في هذه الجريده ايضا احنا بكذي وصلنا اعزائي المشاهدين الى ختام حلقتنا اليوم ختام هذا الاستديو وهذا البث المباشر راح ننتقل معاكم الى عده برامج ان شاء الله تكون معاكم الى فتره العصر بعد العصر ان شاء الله راح راح يذكرون يست... معانا الزملاء يواكبون هذا الاستديو وننتقل معاكم الى مراحل لقايه ان شاء الله الساعه 10 مساء نشوفكم على خير باكر الساعه 11 الصبح باذن الله مع السلامه شهدت البطولة في افتتاحها لقاء منتخب دولة الامارات العربية المتحدة مع منتخب المملكة العربية السعودية حيث اسفرت المباراة عن فوز الفريق الاماراتي على الفريق السعودي بنتيجة خمسة اهداف مقابل هدف <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الامانه يعني امس كان اول يوم في هوكي الجليد انطلاق مباراه منتخب المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ومنتخب الامارات انتهت بفوز منتخب الامارات بنتيجه من خمسة الى واحد مباراه اتسمت بالنديه والسرعه الحمد لله خوض هوكي الجليد غمار هذه البطوله الخليجيه ودخول الرياضات الشتويه الى الالعاب الاولمبيه يعني هذا بحد ذاته يعتبر انجاز وخطوه الى الامام في تحقيق رؤيه خليجيه متكامله في الرياضات الشتويه بالنسبه للتجهيزات البطوله لمنتخب الامارات كانت تجهيزات جيده كملنا معسكر مده اسبوعين قبل البطوله وكانت التجهيزات اعدادات فنيه وتمارين احماء قبل التمرين تمارين للخطط قبل المباراه والحمد لله تجهيزاتنا كانت ممتازه وجاهزين ان شاء الله للبطوله كان عبارة عن معسكر داخلي في السعودية كان عبارة عن يومين تمرين لمدة اسبوعين تقريبا وبدينا المعسكر